يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا، حلقة غاية في الأهمية، خصوصا أن احنا بنتكلم في ساعات قبل مواجهة حاسمة جدا جدا ما بين الأهلي والهلال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات وبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي الجولة المؤهلة بإذن الله تعالى لدور ربع النهائي من هذه البطولة الهامة والمنتظرة لكل جمهور النادي الأهلي. بالتالي هنبقى متابعين مع حضراتكم على مدار الحلقة الأخبار العديدة اللي بتخص فريقنا الحبيب، وإن شاء الله بنتمنى لهم وبندعي لهم بكل التوفيق خلال هذه المباراة. زي ما حضراتكم متعودين كل خميس دايما بيبقى معانا ضيفنا العزيز الأستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير، وحديث هيبقى باستفاضة في بعض الجوانب المحلية وبالتحديد فيما يتعلق بالنادي الأهلي وآخر استعداداته. الأول أهم العناوين، يلا. بعثة الأهلي تطير إلى الخرطوم لمواجهة الهلال السوداني. 21 لاعبا في قائمة الأهلي المتجهة إلى السودان. الأهلي يخوض مرانا واحدا في السودان غدا على ملعب الجوهرة. الهلال يخصص 500 تذكرة مجانا لجماهير الأهلي. والصحف الإنجليزية تتغنى بمحمد صلاح بعد الفوز على ويست هام. جاهزين ومنتظرين هذه المباراة كلنا بنترقب طبعا إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي، الجهاز الفني، اللاعبين في مباراة تعد هي أهم مباريات الموسم بالنسبة للنادي الأهلي. طبعا هي مهمة لأن هي مؤهلة لدور الثمانية، ودايما الهدف مش بيبقى بس التأهل زي ما حضراتكم عارفين، الهدف بالنسبة للنادي الأهلي في أي بطولة بشكل عام هو الفوز باللقب، ما بالك بقى لما تبقى بطولة زي بطولة دوري أبطال أفريقيا. الفرص متساوية حتى لو الاهلي متصدر طبعا في الجوله بعد الجوله الخامسه ترتيب المجموعه برصيد 10 نقاط، بعدين النجم والهلال 9 نقاط، لكن تبقى الفرص متساويه ما بين الثلاث فرق. النجم عنده مباراه مع بلاتينيوم في تونس في ملعب رادس، مباراه سهله يعني مش محتاجه ان احنا نفكر او نتوقع، موضوع خلصان بالنسبه للنجم متاهل. لكن مباراه الاهلي والهلال هي المباراه الاقوى بكل تاكيد خلال هذه الجوله في جميع المجموعات، لان كل المجموعات اتحسمت الصاعدين منها، يعني اتحسم الصاعدين منها اول وثاني، متبقي بس المجموعه الحاليه اللي فيها النادي الاهلي والمجموعه الثانيه. فبالتالي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، مواجهه صعبه جدا، حضور جماهيري غفير بكل تاكيد بالنسبه لفريق الهلال السوداني وجماهيره الكبيره، لكن في نفس الوقت احنا عندنا لاعبين بشخصيه جيده يقدروا باذن الله يتحملوا هذه الضغوط، رغم ان الفتره اللي فاتت بالنسبه لجميع اللاعبين المصريين موضوع الجمهور ده بيبقى صعب شويه، مش واخدين عليه يعني بالطريقه المطلوبه زي ما كنا متعودين عليه على مدار سنوات سابقه، لكن الفتره الحاليه يعني الضغوط هتبقى قويه بسبب تواجد الجمهور، لكن احنا قدها وقدود، رجالتنا قدها وقدود، وان شاء الله باذن الله يقدروا ان هم يتخطوا هذه العقبه الهامه جدا في المشوار الافريقي. في البدايه خليني استعرض مع حضراتكم قائمه الفريق، وحضراتكم عارفين طبعا النهارده كان المران الاخير للنادي الاهلي هنا في القاهره باستاد مختار التتش في تمام الساعه 1 ظهرا، الفريق اتمرن واتحرك على المطار مباشره لان الطياره كانت الساعه 4. دي قائمه الفريق زي ما حضراتكم شايفينها كده، في حراسه المرمى محمد الشناوي، شريف اكرامي، علي لطفي، خط الدفاع احمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعه، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمود متولي، وعلي معلول. في نص الملعب كل من حسام عاشور، عمرو السوليه، اليو ديانج، حسين الشحات، محمود كهربا، وليد سليمان، محمد مجدي قفشه، وجيرالدو. خط الهجوم جونيور اجايه، مروان محسن، واليو بادجي. دي القائمه اللي اختارها مستر رينيه فايلر مكونه من 21 لاعبا لهذه المواجهه الحاسمه. بيغيب مين؟ بيغيب احمد الشيخ وبيغيب رمضان صبحي. البعض بيتكلم عن اسباب غياب احمد الشيخ رغم ان هو الفتره اللي فاتت كان بيشارك بشكل مستمر مع فريق النادي الاهلي، الغياب غياب فني يعني وجهه نظر فنيه من مستر رينيه فايلر. القصه كلها في ايه يعني متعلقه بايه؟ ان مستر فايلر مش هيكون محتاج احمد الشيخ طبقا لخطط مستر فايلر في المباراه المقبله، وده كان قرار من مستر فايلر وكمان ابلغ به اللاعب يعني قبل ما يتم الاعلان عن القائمه، وواضح كده ان مستر فايلر ليه استراتيجيه معينه في هذه المباراه، ليه شكل معين عايز يلعب بيه
هنشوف وممكن نتفاجأ بحاجات كتير جدا في مباراة الهلال يوم السبت بإذن الله تعالى. فيما يتعلق برمضان صبحي، احنا عارفين ان رمضان يعني كان عنده مزق في العضلة الخلفية وشوفي من هذه الإصابة، بيخش في التدريبات تدريجيا. امبارح شارك في التدريبات كلها بما فيها التقسيمة بس بدون أي التحامات في التقسيمة. النهاردة شارك في التدريبات كلها وجزء من التقسيمة لأن كده كده ما كانش هيبقى موجود مع الفريق رغم التوقعات كلها وبما فيهم إحنا، يعني كنا متوقعين أن الراجل هيسافر مع البعثة، لكن هو قرار الحفاظ على اللاعب وسلامته عشان يكون لائق لما بعد مباراة الهلال. طبعا رمضان كان هيبقى شيء مهم جدا تواجده في هذه المباراة، لكن طبعا طبقا للرؤية الفنية والطبية كان الأفضل الاحتفاظ برمضان صبحي بعيدا عن هذه المباراة القوية جدا. هتبقى جوانب بدنية صعبة، فنية كتيرة، خططية وتكتيكية، يعني مباراة تبقى مرتقبة بكل تأكيد. طيب اللي حصل النهارده ايه؟ التمرين خلص، مستر فايلر اعلن عن القائمه زي ما قلنا لحضراتكم وتوجهوا مباشره للمطار. الطياره اتحركت في تمام الساعه 4 عصرا ويوصلوا باذن الله في رحله خلال 3 ساعات، يكونوا هناك ان شاء الله الساعه 7، يعني هم دلوقتي في الطريق ان شاء الله. نتمنى لهم ان هم يوصلوا بالسلامه للخرطوم عشان يستعدوا لهذه المباراه. هيكون في استقبال البعثه كل من الكابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي اللي هم سبقوا البعثة امبارح عشان يستقبلوا الفريق النهارده بعد الترتيب لكل الامور الخاصه بسفر ورحله فريق النادي الاهلي للسودان. دي صور للبعثة في المطار قبل التحرك، وطبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي هو الرئيس بعثة الفريق في السودان. وانا عاجبني قوي الخطوه دي في الحقيقه، يعني ليه بقى؟ لان انت دايما في المواجهات الحاسمه لازم يبقى في شخصيه كبيرة، ما بالك ما تكون الشخصية دي كده زي الكابتن محمود الخطيب. يعني مثلا اديكم مثل، في 2006 احنا متعادلين مع الصفاقسي هنا في القاهرة 1-1، وخلاص بقى الامور صعبة جدا والامال كانت بتتبخر بالنسبة للجماهير الاهلاوية، وهنروح هناك رادس هنخسر والبطولة بتاعت الصفاقسي، والصفاقسي احتفل وكل الكواليس طبعا كلنا مش ناسينها بكل تأكيد. لكن كان مين رئيس البعثة في التوقيت ده؟ كان الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي، وكانت خطوة مهمة جدا لما يكون اللي على رأس منظومة النادي هو اللي يكون موجود وهو اللي يؤازر الفريق وهو اللي يدعمه، فتفرق معنويا بشكل كبير جدا مع اللاعبين. ده اللي بيحصل دلوقتي كمان، حتى لو في فارق في المواجهة عن مباراة الصفاقسي دي كانت في النهائي ومباراة الهلال اللي هي في دور المجموعات، والبعض بيقلل من الجزئية دي، والبعض كمان بيتكلم على جزئية المكافآت وليه هيبقى في مكافآت لاعيبة الأهلي. يا جماعة إيه ده؟ عشنا وشفنا الأهلي بياخد مكافآت أو اللاعيبة تاخد مكافآت عشان دور المجموعات لو تأهلوا منه وكلام من ده. لا، في فرق. حساسية المنافسة وقوة المنافسة في المجموعة دي بالتحديد لازم يكون في حوافز، طبعا لعيبة النادي الأهلي عندهم حوافز يعني بشكل طبيعي، الموضوع مش محتاج، لكن في نفس الوقت لازم بيبقى في دوافع أخرى، في مكافآت، ده طبيعي وده حقهم. المهم إن شاء الله بإذن الله إن هم يفرحوا جمهور النادي الأهلي في هذه المباراة والتأهل سواء أول أو ثاني مجموعة، المهم التأهل في كل الأحوال. ده فيما يتعلق بالبعثة واستقبالها كمان هناك في السودان اللي هيكون خلال ساعة ونص من دلوقتي تقريبا، يعني أو ساعتين كمان. طيب لما هيروح الفريق اللي هيحصل؟ هيبقى في مران وحيد غدا، يعني هما الأول هيروحوا طبعا هيبقى في وجبة عشاء، وبعد العشاء هيبقى راحة خلاص للفريق ويناموا عشان بكرة الصبح إن شاء الله يكون مران للنادي الأهلي، أو مش الصبح، المران الرئيسي هيكون للنادي الأهلي في تمام الساعة 9 مساء على ملعب الجوهرة، وهو الملعب اللي هيستضيف مواجهة يوم السبت بإذن الله تعالى. ودي كل الاستعدادات الخاصة بفريق النادي الأهلي هناك في السودان. خليني أقول لحضراتكم دراسة مستر فايلر لهذه المباراة، وإحنا خلاص كده بنسخن وبنخش في أجواء المباراة واحدة واحدة لأن خلاص بعد بكرة الماتش إن شاء الله. فبالتحديد فيما يتعلق بدراسة مستر فايلر للفريق الهلال، ده كان من خلال 5 مواجهات سابقة لهذا الفريق، بالتحديد مواجهته الإفريقية في هذه المجموعة. يعني تم متابعة مباراة بلاتينيوم مع الهلال، المباراتين بشكل عام، لكن اخر مباراه بالتحديد اللي فاز فيها الهلال هناك في زيمبابوي 1-0 تم متابعتها بشكل جيد من الجهاز الفني، بخلاف مباراه الهلال مع الاهلي اللي كانت في القاهره، بخلاف مباراتي الهلال مع النجم الساحلي سواء في تونس او في السودان، وده للوقوف طبعا نقاط القوه والضعف. هو خلاص يعني الدراسه ما كانتش بس الفتره دي، يعني كانت من الفتره اللي فاتت من بعد مباراه النجم مباشره كان في دراسه كبيره جدا لفريق الهلال السوداني وكيفيه مواجهه هذا الفريق، وان شاء الله نكون موفقين في هذه المواجهه. الاهلي كمان بيصطحب الشيف الدالي في رحله السودان، والشيف محمد الدالي دايما في الرحلات المهمه اللي زي دي بيكون متواجد، وده طبعا ليه يعني اعداد وتجهيز وجبات الطعام للاعبين في رحله السودان، وده امر جيد في الحقيقه وخطوه مهمه بالمناسبه. يعني
من ضمن اخبار الفريق كمان، احنا اتكلمنا على رحله السودان، عايزين نرجع شويه لمران اليوم والكواليس اللي حصلت فيه. كان في مران بدني قوي جدا، وخصوصا بعد ما كان في اجازه اول امبارح. امبارح ابتديت تسقني في تدريبات تاني، فالتدريبات كلها قويه، جانب بدني مهم قوي مركز عليه النهارده الجهاز الفني لتهيئه اللاعبين بشكل جيد للمباراه المقبله. في الاخر طبعا ده بخلاف بعض التدريبات الخاصه بكره القدم وبعض التدريبات الفنيه والخططيه والتكتيكيه اللي ركز عليها مستر فايلر بالتحديد في مران امبارح ومران النهارده. بالتالي كان في بعد هذه التدريبات تقسيمه قويه شارك فيها اللاعبين بشكل كبير جدا، وكان في حماس كبير عند اللاعبين كلهم في هذه التدريبات او في هذه التقسيمه بالتحديد، واصفرت يعني تالق بعض اللاعبين خلال التقسيمه، وده امر جيد. وجديه كبيره جدا عند اللاعبين في الحقيقه قبل هذه المباراه، وجديه معتاده على وجوه طبعا لاعبي النادي الاهلي خلال الفترات الكبيره السابقه. يعني الشناوي جاهز بشكل رسمي خلاص لمباراه الهلال، والشناوي كان عنده اصابه كده في مباراه النجم الساحلي، كان مقاوي في الظهر. امبارح كان ليه تدريبات تاهيليه وبعض الامور اللي ساعدته في العوده للتدريبات الجماعيه الخاصه بحراس المرمى. النهارده بشكل طبيعي جدا شارك في التدريبات الجماعيه بالكامل بالنسبه لمحمد الشناوي بالتحديد فيما يتعلق بتدريبات حراس المرمى، وده امر جيد جدا ومبشر ويطمن جمهور النادي الاهلي قبل المواجهه يوم السبت. بالنسبه لرمضان صبحي يعني كان عنده جزء من التدريبات التاهيليه بعد ما شارك في المران بشكل كامل وجزء من التقسيمه، وده ضمن البرنامج الخاص بتجهيز رمضان صبحي بدنيا للفتره اللي جايه. زي ما احنا عارفين رمضان خلاص خف من الاصابه اللي كانت عنده، اصابه مزق العضله الخلفيه، وده امر كان جيد جدا ومهم. ده فيما يتعلق باخر اخبار فريق النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله باذن الله نفرح يوم السبت ونتاهل لدور الثمانيه عشان نركز بقى في اللي جاي، سواء منافسات محليه ومنافسات افريقيه وهي الاهم في الحقيقه بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله لاعبي النادي الاهلي يكونوا في الموعد يوم السبت القادم. خليني اتكلم مع حضراتكم شويه في بعض المباريات اليوم والامس. امبارح بالتحديد في الدوري المصري كان في مباراتين في بطوله الدوري المصري، بورسعيدي مع الجونه، والجونه فاز بنتيجه 2-1 في الدقيقه الاخيره من الوقت الضائع بهدف مين؟ بهدف اكرم توفيق لاعب النادي الاهلي المعار للجونه، وكان الهدف في الاول احرزه ايضا الجونه اللاعب احمد ياسر ريان، ايضا لاعب النادي الاهلي المعار للجونه بيتالقوا في الحقيقه، والجينات دايما موجوده بتاعت بلس 90 في لعيبه النادي الاهلي، ففوز مهم جدا للجونه امبارح على المصري. كمان كان في مباراه اخرى ما بين بيراميدز ونادي اف سي مصر على استاد الكليه الحربيه، مباراه اف سي مصر، وفاز بيراميدز 2-1 في مباراه كانت مثيره جدا تحكيميا، وثلاث كروت حمراء للاعبي اف سي مصر بخلاف طرد لاحد اعضاء الجهاز الفني، وكانت قرارات تحكيميه غريبه. واضح ان لسه في الازمه التحكيميه في مصر وبعض الاخطاء اللي بيرتكبها عدد كبير جدا من الحكام، وواضح ان احنا هنعاني من الازمه دي على مدار الفتره اللي جايه. طول ما الفار لسه ما دخلش هيبقى في ازمه، والاهم لما الفار يدخل احنا يعني الفرص اكتر انه هيبقى مع بدايه الموسم على فكره، مش هيبقى في الدور الثاني. يعني الامور صعبه، وفي محاولات بس الامور صعبه، لكن مستوى التحكيم هيفضل فيه لغط عليه، لان بصراحه مستويات مش قد كده يعني على مدار الفتره اللي فاتت وعلى غرار المواسم اللي سابقه. نتمنى ان يبقى في معالجه لجزئيه الحكام. يعني ده فيما يتعلق بالدوري المصري. امبارح كمان كان في مباريات في كاس ايطاليا، انتر ميلان وفلورنتينا. انتر ميلان فازوا 2-1 في اول مشاركه لإريكسون لاعب انتر ميلان الجديد واللي اتى من توتنهام. كمان مانشستر سيتي في كاس رابطه المحترفين الانجليزيه خسر 1-0 مانشستر يونايتد على ملعب مانشستر سيتي، بس النتيجه دي مش كافيه مانشستر يونايتد للتاهل للنهائي، لان مانشستر سيتي كانوا فازوا 3-1 في مباراه الذهاب في اولد ترافولد، بالتالي مانشستر سيتي هتلاعب استون فيلا في المباراه النهائيه. الدوري الانجليزي مباراه كانت مهمه جدا، ليفربول فازوا 2-0 في ليله تالق محمد صلاح، احرز الهدف الاول من ضربه جزاء وصنع كمان الهدف الثاني لتشامبرلين في الشوط الثاني وانهى به المباراه بنتيجه 2-0 فرق النقاط. كده بقى ايه 19 نقطه لليفربول عن صاحب المركز الثاني اللي هو مانشستر سيتي، فمبروك لليفربول وكل جماهير ليفربول ونجمنا المصري محمد صلاح التتويج ببطوله الدوري. موضوع وقت بس مش اكتر. النهارده في بعض المباريات الاخرى، الدوري المصري الاسماعيلي هيقابل الانتاج الحربي، والاتحاد السكندري مع سموحه هتبقى مباراه قويه جدا الساعه 7:30. كاس ملك اسبانيا برشلونه مع ليجانس، و ميراندس هيلاعب اشبيليه في دور ال 16 من هذه البطوله. امبارح كانت اهم مباراه بطوله كاس اسبانيا مباراه ريال مدريد وريال ساكوستا، 4-0 ريال مدريد، وريال مدريد ماشيين بشكل جيد جدا مع زين الدين زيدان رغم عدم التدعيمات القويه اللي او عدم تواجد تدعيمات قويه خلال الفتره اللي فاتت بالنسبه للفريق. ده فيما يتعلق باهم الامور واهم الاخبار مع بدايه حلقه اليوم. نروح نشوف اخبار الاهلي في الصحف النهارده، يلا بينا.
الأخبار. بعثة الأهلي تطير للخرطوم اليوم لاستطلاع الهلال. الأخبار المسائي، رحلة الحسم، بعثة الأهلي في السودان برئاسة الخطيب وفايلر يجهز سيناريو الفوز. الأهرام، صالح جمعة مطلوب في دوري المظاليم واللاعب يرفض، الأهلي يغادر إلى الخرطوم كامل العدد لمواجهة الهلال بالجوهرة الزرقاء. الجمهورية، ثبات تشكيل الأهلي لعبور الهلال السوداني. المساء، كورونا يضع الأهلي في أزمة قبل السفر للسودان، الفيروس ظهر في أم درمان، إجراءات طبية عالية لتخطي المشكلة. الخطيب يتصل بعبد الحفيظ للإطمئنان على الاستعدادات لاستقبال البعثة. روزا اليوسف، خلطة الهلال، هل يهاجم فايلر بطل السودان على أرضه؟ المصري اليوم، الأهلي يحفز لاعبيه بالمكافآت لتخطي عقبة الهلال، حمدي فتحي يبدأ العلاج الطبيعي، تطعيم اللاعبين قبل السفر للسودان، وبعثة الفريق تتوجه للخرطوم اليوم. اليوم السابع، الأهلي يطير للسودان قبل مواجهة الحسم في دوري الأبطال، الطبيب يحذر من المجازفة برمضان صبحي وكشف حقيقة التفاوض مع مدافع النجم الساحلي. الوطن، الأهلي يطير إلى موقعة المصير، 200 ألف جنيه لكل لاعب لتحقيق التأهل، حراسة أمنية مشددة على كل تحركات البعثة في السودان، اختبار طبي للشناوي ومتولي يظهر في الصورة للمشاركة في وسط الملعب وتأكد غياب صبحي. الدستور، الإدارة طالبت كاف بتوفير حماية أمنية مكثفة، بعثة الأهلي تطير إلى الخرطوم وربع مليون جنيه عقوبة الخروج. الفجر، بدون نقاش فايلر مستمر لنهاية الموسم، الأهلي يفاوض 5 مدافعين سوبر وحجازي في الصورة. طيب، أخبار كتير جدا في الصحف عن النادي الأهلي زي ما هو معتاد يوميا، بالتحديد الفترة دي كمان بخصوص هذه المباراة الهامة والمرتقبة لكل الجماهير المصرية والعربية بشكل عام، لأن الأهلي أكيد ليه شعبية في كل أنحاء الوطن العربي وفي العالم كله في الحقيقة، بخلاف طبعا حساسية هذه المواجهة وإن هي مؤهلة بإذن الله لدور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. نبتدي بالأخبار المسائي واللي بيتكلم على رحلة الحسم، طبعا هي رحلة حسم ورحلة غاية في الأهمية وصعبة جدا. بعثة الأهلي في السودان برئاسة الخطيب ده أمر مهم قوي قوي، وزي ما اتكلمنا فيه في البداية أن يكون رئيس النادي هو رئيس بعثة الفريق في مواجهة حاسمة زي دي، عشان الدوافع اللي يعني بيتم إيجادها للاعبين خلال الفترة الحالية إن شاء الله أن هم يكونوا متواجدين في أحسن صورة في هذه المباراة من الجانب الفني والبدني، وجانب النتيجة هو الأهم في كل الأحوال. وفايلر يجهز سيناريو الفوز، يعني في الحقيقة مستر فايلر واضح كده من خلال يعني متابعة التدريبات مثلا أو حاجة، الراجل في سيناريو معين، في مفاجآت ممكن تكون واردة جدا من مستر فايلر في هذه المباراة. احنا الفترة اللي فاتت بنتفاجأ بحاجات كتير جدا في التشكيل بالنسبة لمستر فايلر، وهي رؤيته الفنية، الراجل اللي هو أدرى هو بيعمل ايه، لكن في نفس الوقت ممكن نلاقي مفاجآت بشكل أكتر في المباراة القادمة، لكن هي مفاجآت أكيد محسوبة من المدير الفني وطبقا لظروف كل مباراة وكيفية التعامل مع الفريق اللي أنت هتواجهه وكلام من ده، فهنشوف ايه اللي هيحصل خلال مباراة يوم السبت. بالنسبة لنا احنا مش فارق معنا مين يلعب مين ما يلعبش، الشكل التكتيكي يبقى ايه، الخطط يبقى ايه، السيناريو يبقى ايه، لا، اللي فارق معنا أكتر الفوز والتأهل أو التعادل والتأهل، هو ده اللي فارق مع جمهور النادي الأهلي بكل تأكيد. الأهرام وعنوان ماشي غريب شوية، صالح جمعة مطلوب في دوري المظاليم واللاعب يرفض، أوفر شوية صح؟ يعني أعتقد أوفر شوية موضوع المظاليم، هو بيقول لك إيه في متن الخبر؟ بيقول لك إن في عرض واتصالات غير رسمية مع كابتن سعد عبد الحفيظ إحدى فرق الدوري الدرجة الثانية، سألوا على مصير صالح جمعة وكلام، الكلام ده مش منطقي بصراحة، ما يدخلش الدماغ يعني. صراحة جمعة الفترة دي بعيد عن النادي الأهلي ومش هيتم الاستعانة بيه الفترة الجاية، لكن كلام ده يعني أوفر شوية بصراحة يعني. الأهلي يغادر الخرطوم كامل العدد لمواجهة الهلال بالجوهرة الزرقاء، هو كامل العدد لكن غياب طبعا أحمد الشيخ ورمضان صبحي هم دول الغائبين عن هذه المباراة. طيب، موضوع صالح جمعه بس عشان اوضحه لحضراتكم في النهايه كده، يعني فيما يتعلق بصالح جمعه الفتره الجايه ايه اللي هيحصل مع صالح جمعه؟ هل صالح جمعه عنده عرض رسمي جاله من اي نادي؟ لا، في لحد دلوقتي مفيش اي عرض رسمي جه
لصالح جمعه. طب ايه اللي هيحصل؟ هيفضل اللاعب موجود في النادي الاهلي بيتمرن، الامور تبقى عاديه جدا بالنسبه له. قرار مستر فايلر احنا عارفينه لما اتكلم في احدى المؤتمرات الصحفيه وقال انا مش محتاج صالح جمعه الفتره الجايه، لو لقى فرصه يطلع هيطلع مفيش مشكله. هل هيستعين بيه مستر فايلر مثلا؟ لحد اللحظه دي طبعا مش هيتم الاستعانه بصلاح طبقا لتصريحات مستر فايلر، لكن في حاجه ممكن تتغير، حاجه ممكن تبقى مختلفه خلال الفتره الجايه، ده مع الايام هنشوفه. لكن المؤكد ان مش هيتم الاستعانه اطلاقا بصلاح جمعه خلال المباريات القادمه لو استمر مع النادي الاهلي، ده امر مؤكد، الا اذا تم تعديل رؤيه مستر فايلر من خلال مستر فايلر نفسه. يعني هو الراجل يقيم اللاعب، لو التركيز عنده زاد شويه خلال الفتره الجايه هل هيستعين بيه ولا مش هيستعين بيه، دي امور خاصه بالمدير الفني. لكن احنا بنقول لحضراتكم الكلام الاكيد لحد اللحظه الحاليه، لغايه دلوقتي مفيش عروض رسميه بالنسبه لصالح جمعه، ما نعرفش لسه فتره الانتقالات لحد بعد بكره او لحد بكره كمان، النهارده وبكره ممكن اي حاجه تتغير خلال ساعات. يعني الجمهوريه وبتتطرق لتشكيل النادي الاهلي وبتقول ان هيبقى في ثبات في تشكيل الاهلي عبر الهلال السوداني. طب تعالوا مع بعض كده نفتكر تشكيل الاهلي في مباراه النجم الساحلي كان ايه. كان محمد الشناوي في حراسه المرمى، خط الدفاع معلول، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ومحمد هاني. في نص الملعب كان اليو ديانج وعمرو السوليه، وكان قدامهم اجاي وحسين الشحات واحمد الشيخ، وكان المهاجم مروان محسن. طيب ايه التغييرات اللي ممكن تحصل في التشكيل ده؟ مبدئيا كده احمد الشيخ بره التشكيل لان هو بره الرحله، يعني ما سافرش مع الفريق، يبقى ادي تغيير رقم واحد. ممكن بعض التوقعات بتواجد احمد فتحي على حساب محمد هاني للخبره الكبيره، طبعا ده ما يقلش محمد هاني اطلاقا، يعني محمد هاني لعيب جامد جدا بصراحه، لكن احمد فتحي ممكن تكون خبراته اعلى في مثل هذه المواجهات، لعيب مهم جدا، بخلاف انه جوكر ممكن تتحكم في مركزه على مدار احداث اللقاء طبقا لظروف اللقاء يعني، فممكن تكون نسب احمد فتحي اكبر. بخلاف ذلك ما نعرفش ممكن مستر فايلر يعمل ايه، بس انا اتوقع بنسبه كبيره جدا ممكن وليد سليمان يبتدي هذه المباراه. هنشوف اللي ممكن يحصل في مباراه يوم السبت وتشكيل مستر فايلر لهذه المباراه، لكن خلاص هو كده مفيش ثبات في التشكيل ولا حاجه، هيبقى في تعديلات اكيد طبقا لرؤيه مستر فايلر لمواجهه حاسمه زي دي. المسا واللي بتتكلم على فيروس كورونا وان هو بيضع الاهلي في ازمه قبل السفر للسودان، الفيروس ظهر في ام درمان في حالتين يعني هناك في السودان، لكن ان شاء الله اجراءات كلها اجراءات طبيه عاليه جدا زي ما مكتوب في الخبر، وان شاء الله القصه تبقى بسيطه ومفيش اي حاجه، والتركيز كله في المباراه يعني مع تجنب طبعا مثل هذه الامور اكيد. يعني الخطيب يتصل بعبد الحفيظ للاطمئنان على الاستعداد لاستقبال البعثه. احنا عارفين كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، كابتن سمير عدلي كانوا سبقوا الفريق امبارح، وتم الاتصال اكيد من قبل الكابتن محمود الخطيب لاطمئنان عن كل الترتيبات سواء من جوانب الامنيه، جوانب الاقامه، ملعب التدريب خلاص هو معروف الملعب اللي هيستضيف المباراه، فلكن امور كلها بتبقى تنسيقيه وهامه جدا، واطمئنان رئيس النادي ايضا بيبقى شيء لابد منه ومفروغ منه بكل تاكيد. روزل يوسف وروزل يوسف تتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن خلطه الهلال. هل يهاجم فايلر بطل السودان على ارضه؟ بصراحه مستر فايلر ده احنا ما نعرفش ممكن هيلعب ايه، يعني الراجل هيلعب بقى بشكل هجومي، يعني يامن دفاعيا في البدايه، يبقى في توازن في الجانب الدفاعي والهجومي على مدار احداث المباراه، شوط وشوط، سيناريو بيبقى المدير الفني هو المرتبه في ذهنه، يعني هو اللي بيبقى عارف هيعمل ايه طبقا للاحداث، المعطيات اللي قبل كل مباراه، جاهزيه اللاعبين عندك ايه تاني، فريق الهلال ونقاط القوه والضعف اللي عنده، فترتيبات خاصه بمستر فايلر. لكن خلينا نقول ان مستر فايلر في مباراه النجم الساحلي هناك في تونس كان بيهاجم، رغم كمان ان هو كان ناقص واحد بعد 12 دقيقه طرد ايمن اشرف. فهنشوف هل الاستراتيجيه ممكن تتغير في ماتش الهلال، انت محتاج ان انت تصعد، عندك فرصتين فوز وتعادل، هتلعب ازاي؟ هتفكر في ايه؟ المؤكد ان الفريق هيفكر في الفوز، المدير الفني هيفكر في الفوز، تحقيق الثلاث نقاط عشان تتصدر المجموعه. والمؤكد ايضا انك مش هتجازف بشكل كبير عشان ما تخسرش وتخرج بره، لانك لو تعادلت برضه هتصعد، فهي حسابات كتيره جدا، ويعني اكيد المدير الفني هو بيحط السيناريو الانسب لهذه المباراه، وهنتابع وهنشوف ان شاء الله على اعصابنا بصراحه في مباراه الهلال. يعني على اعصابنا مش علشان احنا مش واثقين فريق النادي الاهلي ولا الجهاز الفني، لا، عشان المباراه صعبه، المباراه فعلا صعبه، الهلال عنده فرصه تاريخيه ان هو يتاهل لدور الثمانيه، الهلال بقى له فتره بعيد عن البطولات الافريقيه في الادوار الاقصائيه يعني، فبالتالي فرصه بالنسبه لهم، بيلعبوا على ملعبهم، جماهير كثيره جدا، مش عارف حوالي 70,000 متفرج مثلا في ملعب زي ده، فالمواجهه هتبقى صعبه وعايزه اعصاب يعني.
قويه في هذه المباراه يعني. اصابت كان ايه كده بنتابع واحده واحده، بس ان شاء الله واثقين في فرقتنا وفي الجهاز الفني وفي اللاعبين. نروح للمصري اليوم. المصري اليوم بيتكلموا عن الاهلي يحفز لاعبيه بالمكافئات لتخطي عقبه الهلال، ودي جزء اللي في الحقيقه كنا بنتكلم فيها في بدايه الحلقه، والبعض بينتقد يعني يقول لك ليه يبقى في مكافئات يعني، هو الطبيعي الاهلي يتاهل؟ طبعا الطبيعي يا جماعه، لكن انت دلوقتي في ظروف منافسه قويه، فطبيعي برضو ان انت تفكر في امور اداريه تقدر ان هي تدي دافع اكبر للاعبين بخلاف الدافع الموجود بشكل مؤكد لتخطي هذه العقبه. الموضوع مش مستاهل يعني. والقصه عند لعيبه النادي الاهلي بالمناسبه يا جماعه مش موضوع مكافئات وكلام من ده يعني، القصه بالنسبه لهم هم عايزين يسطروا نفسهم تاريخ، التاريخ هيجي من خلال بطوله دوري ابطال افريقيا، لكن الامور الاداريه دي برضو بتبقى طبقا للجوانب الاداريه او المسؤولين في النادي الاهلي هم ادرى يعني بيها يعني. فامر ايجابي مش امر سلبي زي ما بيحاولوا يصوروا البعض يعني اطلاقا يعني. حمدي فتحي يبدا العلاج الطبيعي، اطمننا على حمدي فتحي امبارح بشكل كبير جدا، تطعيم اللاعبين قبل السفر للسودان وده امر عرفناه، وبعثه الفريق توجه اتكلمنا في الموضوع ده خلاص. طيب نروح لفاصل لسه شويه. طيب ماشي، تعالوا نروح لليوم السابع نكمل. اليوم السابع بتتكلم على ان الاهلي يطير للسودان قبل مواجهه الحسم في دوري الابطال. الطبيب يحذر من المجازفه برمضان صبحي، بالتالي كانت نتيجه التحذير ده استبعاد رمضان صبحي من هذه المواجهه وما سافرش مع الفريق للسودان، لكن خلاص كده يعتبر رمضان صبحي هيكون جاهز بدايه من مباراه بيراميدز اللي هتكون يوم الخميس القادم بعد اسبوع من دلوقتي في بطوله الدوري. وكشف حقيقه التفاوض مع مدافع النجم الساحلي، هم هنا بيتكلموا على وجدي كشري ده وان الاهلي يعني مهتم بهذا اللاعب، مش وقته خالص يعني، الاهلي ما بيفكرش في حد دلوقتي ان يتعاقد معاه، لان طبيعي جدا هتتعاقد معاه ازاي؟ انت ما فيش مكان اصلا في القايمه ولا في جزئيه الاستبدال، خلاص عملت استبدال كله ما فيش اي حاجه يعني. فممكن يكون في خطط مستقبليه، ممكن ان انت تفكر سواء وجدي او غير وجدي كشري ده يعني، تفكر في بعض الاسماء اللي ممكن تضيف لفريقك، وده امر طبيعي جدا، ومسؤولين في النادي الاهلي دايما بيبقوا حاطين خطط مستقبليه للفريق بيشتغلوا عليها على المدى القريب والبعيد كمان يعني، ده امر مفروغ منه. خلاص نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل اخبارنا في الصحف، يلا بينا. نكمل اخبار الاهلي في الصحف ونروح لجريده الوطن واللي بتتكلم عن الاهلي، وطبعا هذه المباراه الهامه جدا أمام الهلال. الأهلي يطير إلى موقعة المصير، وهي فعلا موقعة تحديد مصير النادي الأهلي الأفريقي تحديدا، وهل الفريق قادر أنه يكمل في البطولة ولا لا؟ إن شاء الله قادر، وبإذن الله بإذن الله نفرح يوم السبت. بيتطرق الموضوع المكافآت 200,000 جنيه لكل لاعب لتحقيق التأهل يعني، بخلاف الأرقام يعني، لكن أكيد ممكن يكون في مكافآت، ده أمر طبيعي يعني. حراسة أمنية مشددة على كل تحركات البعثة في السودان، التجهيزات كلها على ما يرام يا جماعة بخصوص تأمين البعثة. اختبار طب الشناوي متولي يظهر في الصورة للمشاركة في وسط الملعب، وتأكد غياب رمضان صبحي. الشناوي خلاص جاهز بنسبة 100%، متولي ده طبقا بقى رؤية مستر فايلر، هل ممكن يستعين بيه في نص الملعب لو هيلعب مثلا بتلاتة نص الملعب؟ بس أنا ما أعتقدش مستر فايلر هيعمل كده، لكن الله أعلم، هنشوف إيه اللي هيحصل. وموضوع غياب رمضان اتكلمنا فيه. نروح للدستور، والدستور بتقول إن الإدارة طلبت كاف بتوفير حماية أمنية مكثفة، الجزئية دي خلاص اتكلمنا فيها. بعثة الأهلي تطير إلى الخرطوم، وربع مليون جنيه عقوبة الخروج. يعني أكيد لو لا قدر الله الأهلي خرج هيبقى في عقوبة يعني، في عقوبة طبقا للائحة، وده أمر طبيعي يعني، لكن إن شاء الله ما نتمناش إن ده يحصل يعني، ما نتمناش خالص كده. اللي نتمناه واللي كلنا بندعي ليه بإذن الله إن الأهلي يفوز في هذه المواجهة. طيب من ضمن الأخبار الهامة جدا نروح للفجر، والفجر بيتكلموا على إيه؟ بيتكلموا بدون نقاش فايلر مستمر لنهايه الموسم. مين قال يا جماعه ان فايلر ماشي بس؟ مين اللي قال؟ فايلر موجود. ممكن مثلا البعض يقول اصل لو فايلر خرج من بطوله دوري ابطال افريقيا فالاهلي هيقيل للمدير الفني، لا الكلام ده مش موجود. الكلام ده مش حقيقي خالص. الراجل مكمل عقده مع النادي الاهلي لاخر الموسم، وطبعا على مدار الموسم انت بتقيم الامور ماشيه ازاي، وبعد كده بتاخد قرارك نهايه الموسم تجدد المدير الفني ما تجددش، دي امور لسه سابقه لاوانها بشكل كبير جدا، لكن فايلر موجود مفيش كلام. الاهلي فاوض 5 مدافعين سوبر وحجازي في الصوره. يعني المفاوضات
ما بتبقاش مفاوضات رسميه دلوقتي، او ما بيبقاش في مفاوضات اصلا خلال الفتره الحاليه، لكن موضوع حجازي في الصوره، حجازي هيفضل طول عمره في الصوره بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا مش موجود جوه النادي الاهلي هيفضل في الصوره طبعا، الموضوع مش محتاج يعني، لانه لعيب كبير واضافه للنادي الاهلي. بعض الاسماء الاخرى اكيد في اسماء اخرى ممكن تكون مطروحه بالنسبه للنادي الاهلي، مش بتكلم بقى على خط الدفاع بس، انا بتكلم في عدد من خطوط الفريق، وده امر طبيعي. اي فريق بطل بيحاول دايما يدعم بشكل مستمر بلاعبين بكواليتي عالي جدا عشان يقدر يستمر في تحقيق الالقاب والمنافسه الدائمه على بطوله دوري ابطال افريقيا، لان خليني اكد لحضراتكم ان ده الهدف الاساسي بالنسبه لكل المسؤولين في النادي الاهلي. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في مواقع ايه؟ نشوف. في الجول، الهلال السوداني يخصص 500 تذكره مجانا لجماهير الاهلي. سوبر كوره، مدير الكره بالهلال: لدينا الافضليه للفوز على الاهلي. صدى البلد: خوف وقلق بين لاعبي الاهلي بسبب اليو باجي. اليوم السابع: اصابه فتحي والشيخ في مران الاهلي قبل مواجهه الهلال السوداني. الشروق: الاهلي يتجه لاعاره حسين السيد للصفاقسي. 1-3: كيف ظهر صالح في التتش بعد عقوبه الاهلي. طيب نبتدي بموقع في الجول، واللي بيتكلم على ان الهلال السوداني يخصص 500 تذكره مجانا لجماهير الاهلي، بخصوص طبعا حضور مباراه الهلال في ملعب الجوهره باذن الله بعد بكره. فبالتالي هم طبعا 500 تذكره، بيقول لك 500 تذكره مجانيه، لكن الغريب بالنسبه لي في الخبر ان ممكن يحضر اكتر من كده من جمهور الاهلي، بس اللي هيجي اكتر من 500 هيدفعوا تذاكر. طب هتقدروا ازاي تحددوا ال 500 اللي ما يدفعوش، ولو جم اكتر من كده هيدفعوا؟ يعني الموضوع غريب شويه بالنسبه لي، لكن في كل الاحوال جمهور الاهلي موجود في كل حته، يعني ممكن تتوقعوا اكتر من 500 موجودين في ملعب الجوهره الزرقاء يعني في هذه المباراه، لكن هنشوف. اهم شيء الامور تخرج بالشكل الجيد لمباراه كبيره ما بين فريق النادي الاهلي اكبر فرق افريقيا وفريق الهلال من الفرق الكبيره ايضا في افريقيا. المهم الشكل يبقى رياضي وحضاري وشكل جيد في اطار الروح الرياضيه، وباذن الله الافضل اللي هو يكون النادي الاهلي يكسب هذه المباراه باذن الله تعالى. نروح سوبر كوره، وتصريح لمدير الكره بالهلال السيد او الكابتن خالد الزومه، واللي بيتكلم على ان هم ليهم الافضليه للفوز على الاهلي، وهم طبعا عندهم افضليه من حيث الملعب، طبعا ملعبهم محافظينه كويس، عايز حضور الجماهير، افضليه دوافع مثلا كبيره جدا، هم بيلعبوا على ارضهم مباراه حاسمه بالنسبه لهم، فاكيد لهم افضليه في بعض الامور بخلاف العزيمه والاصرار، لكن تبقى الافضليه بالنسبه لنا من وجهه نظرنا احنا لفريقنا الكبير فريق النادي الاهلي، لتاريخه الكبير، للمقاومات الموجوده حاليا، جهاز فني ولاعبين ورجاله باذن الله يقدروا يرجعوا لنا بالفوز باذن الله تعالى. لكن امور كلها طبيعيه والتصريحات بتبقى طبيعيه يعني بخصوص المباريات العربيه، يعني امر طبيعي. صدى البلد بيقول لك ان كان في خوف وقلق بين لاعبي الاهلي بعد سقوط اليو باجي في مران اليوم، اتصاب هو اصابه خفيفه كده في الانف، كانت كدمه قويه خلال التقسيمه، فوقع اليو باجي، نزل الدكتور خالد محمود عالج اللاعب سريعا ورجع للتدريبات بشكل طبيعي، لكن كان في قلق شويه من اللاعبين لان هو نزف من الانف عنده شويه. طيب لكن الامور جيده بالنسبه لاليو باجي، موجود طبعا في بعثه الفريق يعني بامر طبيعي. طب خلينا نروح لمداخله مهمه جدا جدا مع السيد حسن علي عيسى الامين العام لنادي الهلال السوداني عشان نطمن منه على كافه الترتيبات الخاصه باستقبال بعثه النادي الاهلي. استاذ حسن مساء الخير على حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. التحيه لقناه الاهلي النادي الشقيق النادي الصديق، والتحيه عبر قناه الاهلي لكل رياضي مصر ولشعب مصر الشقيق. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا دايما في قناه النادي الاهلي وسعداء جدا بهذه المداخله، وعايزين نطمن من خلال حضرتك على كافه الترتيبات الخاصه باستقبال بعثه النادي الاهلي بعد قليل، وهم في طريق خلاص للسودان. الترتيبات عباره عن ايه وكل التجهيزات الخاصه باستقبال البعثه؟ نعم، كل الترتيبات تتم على اكمل وجه وتجري على قدم وساق. عدت قبل قليل من لقاء عظيم في ملعب الهلال الجوهر الزرقاء، حيث استقبل السيد رئيس نادي الهلال سعادة السفير المصري واركان حربه، واستقبل ايضا وفد المقدمه الذي اتى بقياده سيد مدير الكره وعدد من الاشخاص. كان اللقاء يعني
اخويا حميما وديا وصادقا، حيث اعرف رئيس النادي عن سعاده كل الاهلي وكل الشعب السوداني بخصوص بعثة الاهلي الذي ستصل بعد قليل، وايضا بالنسبه لوصول وفد المقدمه، واكد على عمق العلاقات التي هي نتاج للتاريخ وللمصير المشترك بين الشعبين الشقيقين، وهناك علاقه خاصه تربط الاهلي بالهلال. فنحن كنا نقول ولا زلنا نقول ان الاهلي هو هلال السودان والهلال هو اهل القاهره، وهم في ديارهم وبين اهلهم وذويهم، وكل الامور تسير على ما يرام كما اكد السفير المصري في مداخله لقناه الهلال قبل قليل. بل قلنا اننا لن نكتفي بمطلوبات الكاف، ولكن نحن تحت تصرف بعثة نادي الاهلي الشقيق والصديق متى ما طلبوا، ونحن نعتبر طلباتهم اوامر. ده امر جيد جدا في الحقيقه، ودايما العلاقات جيده ما بين الشعب المصري بالتحديد والشعب السوداني، وايضا ما بين الاهلي والهلال، اكبر من اكبر الانديه في افريقيا. فبالتالي انا عايز اخد تعليق من حضرتك على الشحن اللي حدث خلال الفتره اللي فاتت من بعض الجماهير القليله، وكيف تعاملت اداره الهلال مع هذه الجزئيه تحديدا. لم اسمع السؤال جيدا. بتكلم بخصوص يا فندم الشحن الجماهيري اللي حدث من بعض الافراد او من بعض جماهير الهلال السوداني خلال الفتره اللي فاتت وقبل هذه المباراه، وكيف تعاملت اداره الهلال السوداني مع هذه الجزئيه؟ لا لا لا، انا حقيقه أنا اقول ان جمهور الهلال هذا سبب له ان نال شهاده الجمهور المثالي، وهناك متفلتون في كل مجال، وليست الضروره أن يكونوا هم شعب الهلال العظيم. كويس. حتى ما ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي نحن أول من طالب بالتحقيق به، لأن المسألة أكبر من ليست مجرد يعني مباراة يمكن أن تؤثر على العلاقات، المباراة والرياضة عموما وكرة القدم هي وسيلة تواصل بين الشعوب وتوثيق العلاقة بين الأشقاء، ونحن الذي بيننا أكبر من مباراة في كرة القدم. الطموح مشروع لكل فريق، ونحن سنفعل ما بوسعنا كي ننتصر، والاهلي ايضا له نفس الحق، ولكن اي تفلت يصدر ليس هو بالضروره يمثل راي وشعور واحساس وما يكنه الهلال والشعب السوداني والشعب المصري ولنادي الاهلي الشقيق. ده امر جيد جدا ومؤكد بكل تاكيد، لكن عايز اتكلم بالتحديد كمان عن ابرز طلبات النادي الاهلي، خصوصا بعد ما وصل كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره وكابتن سمير عدلي المدير الاداري للفريق بالامس، كانت ايه ابرز الطلبات لحضرتك؟ ما فيش اي طلبات، كل اللي طلب هو كان جزء من هذا اللقاء، طلبوا ان يزوروا ملعب الهلال، طلبوا ان يتفقدوا ملعب الهلال. كويس. جرت العاده ان يتم هذا في المواكب في التمرين اللي هو الذي من حق المجلس. من حق الفريق الاهلي، ولكن مع ذلك اتيحت الفرصه واصبحت الزياره ليست مجرد زياره للتاكد من الملعب او لتحسس الملعب، اصبح لقاء ودي كبير ولقاء حميمي، ووقفوا على الملعب وغادرت انا الملعب قبل قليل، كنت في رفقه السيد رئيس نادي الهلال وفي رفقه الوفد المصري بقياده سعاده السفير. لم تكن هناك طلبات ترفض على الاقل. طيب كويس، عايز اتطرق لعدد الجماهير اللي ممكن تحضر هذه المباراه بتحديد جمهور نادي الهلال، وكيف يدخل جماهير النادي الاهلي للملعب، هيكون من خلال ايه الامور او الاجراءات اللي من خلالها يدخلوا؟ هذه اشياء نوغشت بالتفصيل بالامس في اجتماع اللجنه المنظمه، وحدد مكان معين في جمهور الاهلي، وايضا حدد الساعه بيع التذاكر، هناك تذاكر اكراميه ستمنح لجمهور الاهلي كما منح الاهلي الهلال 500 تذكره، سنوفر لهم 500، واذا دعا الحال سنوفر لهم اكثر، ليس هناك اي مشكله في تخصيص تذاكر للدخول، وليس هناك اي مشكله تعترض في هذه المباراه شانها كل المباريات، انا استغرب كثيرا من هذا الزخم ومن هذا بعض الاحيان يكون هناك تهويل يصورونها كانها معركه حربيه، ابدا هذا لقاء اشقاء، لا يحسب علينا اي تفلت غير مسؤول. ده أمر جيد جدا يا أستاذ حسن، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة والهامة جدا مع الأستاذ حسن علي عيسى الأمين العام لنادي الهلال السوداني، واللي اتكلم معانا بتفاصيل كتيرة جدا بخصوص مباراة يوم السبت بإذن الله، وكمان كلامه كله بيعكس مدى العلاقة المميزة جدا جدا ما بين إدارتي الأهلي والهلال، وإن الأمور طبيعية، وإن الشحن اللي حصل من بعض الجماهير ده خلال الفترة اللي فاتت ده بيبقى عمل فردي وقلة قليلة جدا من الجماهير، ما يأثرش إطلاقا على العلاقات
الصفقات المميزه ما بين الفريقين، ده امر اتاكدنا منه بشكل كبير جدا على مدار الايام السابقه ولغايه دلوقتي متاكد منه، والامور ان شاء الله كلها لا تتعدى الا انها مباراه كره قدم في النهايه بين فريقين كبيرين. ان شاء الله كل جمهور بيتمنى التوفيق لفريقه، وكلنا طبعا بنتمنى التوفيق لفريق النادي الاهلي. طيب نروح ونكمل اخبار الاهلي في المواقع، واحنا وقفنا عند خبر اليو باجي، نروح لليوم السابع وكلام ايضا على الاصابات اللي حدثت خلال مران اليوم، وده اكيد يا جماعه ناتج عن الحماس الكبير بالنسبه للاعبي النادي الاهلي قبل هذه المباراه. يعني بيقول لك اصابه احمد فتحي واحمد الشيخ في مران الاهلي قبل مواجهه الهلال السوداني، ناخدها واحده واحده. احمد فتحي تعرض لكدمه في الركبه، كدمه كانت بسيطه، نزل خرج اتعالج، نزل على طول كمل التمرين والامور طبيعيه بالنسبه لاحمد فتحي ومفيش اي مشاكل خالص. نفس الحال بالنسبه لاحمد الشيخ، لان البعض بيتكلم على ان استبعاده كان بسبب الاصابه، حتى وانا بتكلم في بدايه الحلقه ان الاستبعاد فني، قالوا لي لا يا جماعه، قالوا لي على الموبايل ان ده بسبب الاصابه وكان من ده، لا الاستبعاد فني، اصابه كانت خفيفه لاحمد الشيخ في وجهه ايضا وما كانتش تعيقه اطلاقا على المشاركه في المباراه القادمه، لكن هو او هي وجهه نظر فنيه من مستر فايلر بيتفاهمها جدا اللاعب، والامور طبيعيه ما فيش اي مشكله خالص بالنسبه لاحمد الشيخ والاصابه بسيطه. يعني ده اللي حدث خلال مران اليوم. تعالوا نروح للشروق. الشروق الاهلي يتجه لاعاره حسين السيد للصفاقسي. حسين السيد يعني الفترة اللي فاتت طبعا مش بيشارك خالص مع النادي الاهلي، الوفرة العددية اللي موجودة في مركز السيد كظهير ايسر، عندك علي معلول، عندك محمود وحيد، عندك ايمن اشرف كمان بيقدر يلعب في هذه او في هذا المركز لمركزه الاساسي، فبالتالي فرص حسين السيد قليلة، فبالتالي ايضا اتجاه لاعارة حسين. هل حسين جاله عروض رسمية؟ يعني اخر عرض جاله هو موضوع الصفاقسي. هل حسين هيخرج ولا لا؟ يعني في مناقشات خلال الساعات الحاليه على امكانيه خروج اللاعب لعرض اعاره او لفتره اعاره على حسب العروض اللي تقدم للنادي الاهلي، وهنشوف التعامل في هذه الجزئيه خلال الفتره اللي جايه ازاي، لكن الاقرب طبعا خروج حسين السيد. وان ثري واللي بتتكلم وتتطرق لصالح جمعه، ويعني بتقول بتشرح للناس صالح جمعه ظهر ازاي في التتش بعد عقوبه الاهلي، وان هو غاب عن مران امبارح وان كان في عقوبه على اللاعب وكلام من ده، فاللاعب عمل بعض الجلسات في الجيم وبعد كده قعد يتفرج على التمرين. هما ده اللي كاتبينه في متن الخبر، خلاص ماشي مش مشكله يعني الموضوع عادي. طيب دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، اخبار محليه وعالميه. يلا اليوم السابع، الكاف يحدد 5 فبراير موعدا لقرعه الدور الثمانيه بدوري الابطال والكونفدراليه. سوبر كوره، غريب يفاضل بين حجازي وحامد لضم احدهما للمنتخب الاولمبي في الاولمبياد. مبتدا، بعد نجاح الحفل الافريقي الغردقه تستعد لافضل لاعب في العالم. اليوم السابع، الحكام يطالبون اتحاد الكره بصرف مستحقاتهم المتاخره من فلوس القيد. يلا كوره، الهيمنه مستمره، كيف تناولت الصحف الانجليزيه دور صلاح في فوز ليفربول امام ويستر؟ الشروق، رسميا روما يضم جناح برشلونه. في الجول، تاجيل مباراه سيتي وارسنال ولقاء استون فيلا ضد شيفيلد في الدوري الانجليزي. البوابه سبورت، ميسي يقود قائمه برشلونه امام ليجانس في كاس ملك اسبانيا. اس عربي، قلق في برشلونه قبل 40 ساعه من اغلاق سوق الانتقالات. طيب اخبار محليه وعالميه كتير، لكن الوقت بيدهمنا في الحقيقه، وانا عايز استفيد من ضيفي العزيز طبعا استاذ محمد القوسي، ضيف كل خميس، وحديث هيكون باستفاضه بالتحديد بصراحه عن مباراه الاهلي القادمه امام الهلال، وقد نتطرق لبعض الملفات المحليه الشائكه جدا. استنونا بعد فاصل. الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد القوسي ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. يا استاذ قوسي اهلا بيك. اهلا بيك يا امير، تحياتي ليك يا رب ان شاء الله، وتحياتي لكل جمهور الاهلي واعضاء النادي الاهلي في كل مكان يا رب. اخبارك ايه؟ منورنا. الحمد لله كله تمام يا رب. مستعد للمباراه اللي جايه؟
يوم السبت دايما ان شاء الله يوم السبت كده دايما الخميس بقى عندنا حدث مهم يوم السبت باذن الله ان شاء الله يكون يوم سعيد بالنسبه لي انا متفائل بيه رغم كل الحاجات اللي حطت بيه وهي من وجهه نظري اشياء وهميه يعني بالنسبه لماتش الهلال والسودان و زوبعة في السوشيال ميديا كالعادة بتعمل مشكلة وهنعتبرها جزء من وسائل الإعلام أو جزء من الميديا اللي موجودة اللي ممكن تعمل لك أزمة تعيد للأذهان الأزمة اللي حصلت فين بين مصر والجزائر الأزمة الوهمية اللي ما كانش لها أزمة. المفروض العلاقات بين الشعوب والدول وخصوصا الدول العربية طبعا هي علاقات عظيمة وعلاقات قوية وعلاقات متينة لا تهزها مباراة في كرة القدم أيا كانت هذه المباراة. ما يربطنا بالسودان يفوق ما يربطنا باي دوله اخرى بالظبط لان احنا والسودان طبعا في الاصل كنا دوله واحده أكيد. يعني وكانت كلها تحت قياده الملك فاروق ملك مصر والسودان يعني زمان وثم وادي النيل الشريان يعني بيننا جغرافيا وتاريخ يربط مصر بالسودان يخلي مباراه كره القدم تاتي في هامش اي شيء خصوصا ايا كانت حتى واحد منها يصعد لكاس العالم يعني بالظبط المباراه في الملعب فقط لا غير واللي يكسب يتفضل يتاهل في الموضوع يعني فمش عايزين نهول في الموضوع كتير جدا ومش عايزين نهول في الموضوع لان اللي حصل كان اوفر جدا والحقيقه كان رد فعل من الاشقاء في السودان قوي جدا وتحركوا وترددا بقى عن القبض عن الشاب اللي عمل الفيديو لان ممكن اي حد هنا في مصر يا كابتن امير يطلع يعمل فيديو ويتنشر هتلاقي راح السودان ومصر والسعوديه والكويت انا في ناس يعني اصدقاء في الكويت الدول العربيه بعتوا لي الفيديو قلقانين قلت لهم يا جماعه ما فيش الكلام ده يعني ما ممكن حد يعمل تصرف فردي يعني ما شفناش حاجه جماعيه يعني والحقيقه في اجراءات هناك منضبطه جدا ومنظمه جدا وشفنا قبل ماتش النجم الساحلي كانت الامور بتصير بشكل جيد دايما الجماهير بيبقى ليها مناوشات مع الفرقه وخصوصا متحرض عشان المباراه تسخن يعني في مشاكل يعني الامر ده في الحقيقه غير مطلوب يعني خلال الفتره الحاليه لكن في كل الاحوال العلاقات دايما جيده وهي مباراه كره قدم ومباراه تبقى في الملعب 90 دقيقه الافضل يكسب اللي هو باذن الله يكون النادي الاهلي يا استاذ اوسي بالتالي شايف اهميه هذه المباراه دي ازاي خصوصا ان هي مؤهله ان شاء الله لدور الثمانيه لا دي مباراه دي مش بالزبط. يعني ده مباراه فاينل بالنسبه للنادي الاهلي فاينل المباراه لا تقبل القسمة على اثنين يعني انت دلوقتي دخلت في مباراه البطوله الحقيقيه دي مباراه يعني ما فيهاش اي فصال يعني صح. مكسب يعني الاهلي ليه فرصتين بس في النهايه لا يجب ان الاهلي يلعب على فرصه التعادل لان فرصه التعادل دايما اللي بيلعب على فرصه التعادل بتكون انت ما تتوقعش اي حاجه فمؤكد ان النادي الاهلي هيلعب على الفوز في المباراه بشكل كبير جدا وان شاء الله يحققه لان الفرق كبير جدا بين الفرقتين يعني باذن الله يمكن شفنا الماتش الاخير بين بلاتينيوم وبين الهلال عادي جدا شفناها في الماتش اللي قبله وخسر على ارضه يعني الحاجه الوحيده اللي عملها ان هو كسب النجم الساحلي في تونس وجي النجم الساحلي كسبه في السودان يعني فالامور بالنسبه لأ فنيا الاهلي في فرق كبير جدا والاهلي يقدر يحسم والاهلي يقدر يخلص لا سيما ان لا خلينا نتفاجئ ان ارضيه الملعب كمان كويسه يعني ملعب الجوهره الزرقاء اللي موجود في السودان شفناها في ماتش النجم الساحلي ملعب جيد مميز لا يعني مش وحش يعني يعني الاهلي يقدر يلعب عليه كوره يعني فمش هيبقى فيه ان شاء الله مشكله بالنسبه للموضوع ده يعني نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله تكون مباراه جيده ومباراه مميزه ومباراه تجعله يعتلي قمه المجموعه ويتخلص من بعض الاشواك التي قابلته في الطريق يعني. ان شاء الله باذن الله وفي كل الاحوال التاهل هو الاهم سواء اول او ثاني لان في الحقيقه الفتره يعني الحاليه يعني او كل الفرق اللي تاهلوا دور الثمانيه يا استاذ اوسي انت متاهل عندك متاهل عندك مازيمبي والزمالك تمام متاهل عندك الترجي والرجاء ومتاهل عندك صن داونز والوداد مين في دولة يعني وفي النهاية تتمنى مقابلته او تشوف ان هو تتمنى مقابلة مين؟ اي حد واخد بالك؟ بالنسبة للمجموعة دي ان شاء الله اتوقع ان الاهلي والنجم الساحلي تقريبا ان شاء الله هيكونوا موجودين بما يشير الى عندنا ست فرق عربية سيطرة كاملة للفرق العربية على الربع النهائي ست فرق عربية يعني يبقى عندك اثنين من المغرب واثنين من تونس واثنين من مصر ان شاء الله يا رب يعني باذن الله ان شاء الله يعني الزمالك طبعا خلاص ضمن التاهل تقريبا ما فيش اي مشكله خالص بالنسبه له وشوف الزمالك ضمن التاهل بثمان نقاط الاهلي 10 نقاط ولم حتى الان الامور ما زالت معلقه ده يدل على قوه هذه المجموعه والصراع العنيف بين الفرق اللي موجوده فيها من اجل التاهل وعدد كبير جدا من الفرق تاهل برقم اقل من الاهلي لكن النادي الاهلي ظروفه جت كده وان شاء الله سيعتلي قمه المجموعه باذن الله. طيب انا في خبر في روزل يوسف النهارده يا استاذ اوسي بيقول لك خلطه الهلال وبيساله هل يهاجم فايلر بطل السودان على ارضه؟ تتوقع ايه؟ اتوقع انه هيهاجم بطل السودان هيهاجم بطل السودان ان شاء الله لو الامور شرت بشكل جيد تحكيميا تحديدا تسير بامور بشكل كويس والاهلي ما تعرضش للمازق اللي تعرض له في تونس
اتوقع ان الماتش هيكون يعني بدرجه كبيره جدا في شبه زي الماتش الجزء الاولاني اللي شفناه في النجم الساحلي قبل مباراه قبل ما تطرد ايمن اشرف. يعني اول 12 دقيقه بالظبط يعني الاهلي هيلعب بشكل قوي اسلوبه الضاغط الامامي الهجوم المكثف ده توقعي يعني من خلال متابعتي دي وان حاجه النادي الاهلي لهذه المباراه. فغير كده ان تركيز اللعيبه هيكون عالي جدا الاصابه هيكون عالي جدا بالطبع مع تامين الجانب الدفاع وده ان شاء الله هيبقى مهم بشكل كبير جدا لكن الاداء الهجومي بتاع الاهلي هيكون هو الاكثر يعني ظهورا في المباراه. هل هيبقى في تغييرات في التشكيل يا استاذ اوزي؟ يعني هو التغيير الاولاني خلينا بالمره نعلق على القائمه يعني تم استبعاد احمد الشيخ ورمضان صبحي لعدم الجاهزيه التامه يعني لهذه المباراه. شوف مع ان احمد الشيخ كان في المباراه بالظبط فزي ما احنا متفقين ان مستر ريني فايرر انت ما تقدرش تتوقعه يعني الحقيقه يعني حتى كل ما تتوقع حاجه تلاقيه بيعمل حاجات تانية مختلفه وفي النهايه دي رؤيته ده فكره ده اسلوبه ودي ادواته اللي هو شايف ان هي تقدر تنفذ. ما احنا ممكن نبقى شايفين ان في لاعب زي ده ما لعبش هو اكيد من خلال التدريبات من خلال المعسكر من خلال الانضباط ممكن يكون اللاعب بيعاني من حاجه الله اعلم يعني في حاجات عوامل كتير جدا يعني بتؤثر في اختياره للتشكيل يعني المؤكد ان هو بيختار المجموعه الافضل المجموعه الاحسن المجموعه الاقرب للعب للمباراه ويعني كالعاده شفنا المباراه اللي عدت ياسر ابراهيم رام ربيعة اعتقد ان دول الاقرب بشكل جيد يعني اعتقد ان طبعا دول الاقرب ان هم يادوا ورامي برده ما شاء الله يعني ماشي كويس ثبات واداء قوي يعني بعض الاخطاء لكن ده طبيعي بتحصل ساعات يعني لكن اهم في المباريات الحاسمه دي الاخطاء تقل قوي 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 يعني لا ان شاء الله يعني طبعا كده هيعتمد على مزيج من الخبرات والشباب موجودين في الملعب وان شاء الله يكون بالتالي انت ترجح احمد فتحي يكون موجود ولا محمد هاني في كظهير ايمن ما بلاش نرجح احنا كل ما نرجح حاجه عم خايلر يروح لكن المباريات اللي زي دي انا من وجهه نظري طبعا يعني هو اللي وجهه نظر طبعا الراجل يعني ممكن تشوف احمد فتحي ممكن يعني ممكن تشوف احمد فتحي اذا كان جاهزا فنيا لهذه المباراه يعني مباراة طبعا مؤكدة تشوف فيها علي معلول تمام يبقى دايما اتكلمنا عن القلب وعن الاطراف طبعا خلاص منطقة الارتكاز الدفاعي دي او الوسط المدافع خلاص السولية واليو ديانج هو خلاص بقى عنده قناعة كبيرة ممكن جدا ممكن يضاف ليهم واحد ثالث في نص الملعب عشان تحاول ان انت مثلا كجانب فني ما اعتقدش يعني تمسك نص الملعب مش هيعمل عمره هيحط ثلاثة لانه هيلعب مهاجم زي ما قلت لك مؤكد احنا متوقعين فكره ورؤيته على مدار مباراة الامام على الاهلي ان هو دايما بيميل للاداء الهجومي القوي والشرس يعني فعندك وكمان اصلا يعني عندك الاثنين دول بيؤدوا دفاعا بشكل كويس وبيؤدي هجوما بشكل برضه مميز جدا لدرجه ان هو بيلعبوا دور صانع الالعاب وبيلعبوا دور المهاجم وبيسددوا وبيوصلوا للجون يعني ما شاء الله عليهم الفتره فما شاء الله عليهم يعني ربنا يحفظهم ويبعد عنهم الاصابات ويكونوا موفقين في هذه المباراه. ياتي اللعب كله في المنطقه الاماميه يعني ايه بقى اللي يحصل في المنطقه الاماميه؟ توقعك يعني عندك خيارات عديده يعني خلاص احمد شيخ بره يعني احمد شيخ بره يعني عندك كهربا عندك حسين الشحات عندك وليد سليمان عندك قفشه عندك اجاي عندك اليو باجي بس انت بتكلم في سته يعني في اربعه عندك مروان محسن في اربعه في دي سبعه يعني في اربعه منهم هيلعبوا ثلاثه لا بالظبط تتوقع مين الاربعه استاذ اوسي؟ أنا أتوقع مثلا يعني عندك مثلا حسين الشحات وأجاي أكيد هيكونوا موجودين حلو أتوقع وليد سليمان هيبقى موجود ممكن يبقى في المؤكد هيكون ليه دور في المباراة كهربا هيكون ليه دور كبير في المباراة مروان برضه هيكون من البداية مؤكد يعني مش بادجي ممكن يبقى ليه دور في المباراة يعني نتمنى طبعا يعني هو يعني شاركوا في الدقيقة 88 في الماتش الأخير لعب الوقت بدل ضايع الماتش اللي فات يعني يعني حسب طبعا ظروف المباراه هتلاقيه بيتحرك عندك كهربا طبعا كهربا مهم جدا وارد ان ممكن في الماتش ده يدفع بيه من الاول يعني فان شاء الله دايما يوفق في اختيار التشكيل الافضل بالنسبه للنادي الاهلي انا شايف ان في اصرار كبير جدا حماس تركيز من اللعيبه وجود كابتن محمود الخطيب على راس البعثه مهم قوي امر مهم جدا لان الخطيب نادرا ما يعني بيكون على راس بعثه يعني لكن حرص ان هو يكون متواجد بنفسه في المباراه يعني كنوع من التركيز الاكثر في المواجهه لان دي مباراه مهمه جدا ومباراه مفصليه بالنسبه للنادي الاهلي. طيب بالعوده لمباراه النجم الساحلي ويعني احنا الحمد لله كسبنا 3 نقاط وكانت مباراه ايضا مهمه جدا جدا في مشوار الاهلي في المجموعه لكن البعض قلق شويه يا استاذ اوسي واتكلم بخصوص الاداء خاص بالنادي الاهلي في هذه المباراه، هل شايف ان القلق ده يعني في محله في مرحله زي دي ولا ايه بتشوف ايه؟ بص انا تهمني النتيجه اللي خرجت بيها المباراه النتيجه المباراه والمباراه دي كان مباراه ليها ظروف خاصه
المباراه ليها حسابات خاصه، المباراه ليها حساسيه خاصه. ليه؟ لان اي نتيجه غير المكسب يعني، او لا قدر الله لو الاهلي كان خسر المباراه دي كده كان هيبقى الموقف معقد بشكل غير عادي يعني، واخد بالك؟ لكن انت بتلعب في مباراه يهمك انك تحصل على الثلاث نقاط، وان خدت الثلاث نقاط دول اصبح عندك خوف شديد جدا على الثلاث نقاط. فكان فده كان مؤثر على ده اللعيبه، مؤثر على التحركات، مؤثر على الفكر، مؤثر على كل حاجه. كان كل الهم انك تحافظ على الهدف اللي انت سجلته، لو ربنا اكرم وجي هدف ثاني خير وبركه. ما كانش في توفيق عادي جدا يبقى انا عندي الهدف بتاعه والدنيا ماشيه كويس يعني. فانا شايف ان الامور يعني من يعني دي مش مقياس لمستوى النادي الاهلي خالص على الاطلاق. الامور اعتقد ان في الماتش اللي جاي ده هتبقى افضل بكتير جدا باذن الله ان شاء الله باذن الله، لانه اهم ماتش في الحقيقه في الموسم حتى الان بالنسبه للنادي الاهلي هو مباراه الهلال. لكن شهر فبراير مليء بالعديد من المواجهات، تقريبا 6 مواجهات للنادي الاهلي، وكلهم مواجهات مهمين جدا، وفي جزء كبير جدا من المصيريه فيهم. لان انت عندك مثلا بدايه مباراه الهلال بقى هتلعب فريق كبير زي بيراميدز بامكانيات جيده، هتلعب بعد كده طلع الجيش المصري، عندك كمان مين، الزمالك ماتشين، وعندك مواجهات دور ربع النهائي يعني. اديك شهر فبراير مواجهات من العيار الثقيل، يعني العقبات الصعبه الحقيقه اللي هتواجه النادي الاهلي يعني، واختبارات قويه جدا واختبارات صلده في وقت قليل جدا يعني. انت في 24 يوم هتلعب 6 مباريات يعني بمعدل تقريبا 3 ايام احيانا و4 ايام فمباراه. فانت هترجع من السودان على ماتش قوي جدا، ماتش بيراميدز، وماتش مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي في طريقه لحسم الدوري مبكرا يعني، على طريقة ليفربول اللي متقدم بشكل كاسح نحو المسابقة، لدرجة انه خلاص بقي له تقريبا 24 نقطة من 42 نقطة يعني. ان شاء الله الاهلي يصل لهذا المستوى، الاهلي ماشي بهذا المعدل والمنافسين بيتراجعون، فالاهلي بيزيد الفارق ان شاء الله يوصل بشكل كبير جدا. لكن لا احد يستطيع ان يتحدث عن حسم لقب الدوري قبل ان يحسم فعليا على ارض الملعب بفارق النقاط، ما دون ذلك لا حسم البطوله على الاطلاق يعني. اعتقد الكلام ده كله معروف والناس كلها عارفاه يعني. لكن عادي تتوقع الاهلي اقرب فعلا، وده واقع، الاهلي اقرب لبطوله الدوري. لكن الاهلي متصدر بفارق كبير جدا يعني. يعني لما تلاقي دلوقتي يعني حاليا فارق عن الزمالك 12 نقطه والزمالك لعب ماتش زياده يعني، فاعتقد الامور هتبقى فيها فرق كتير جدا يعني. ولسه في المنافسين في طبعا الاتحاد والمقاولين العرب، واقرب فريق طبعا موجود بالنسبه للنادي الاهلي. عندنا طبعا ماتش بيراميدز ده من الماتشات القويه، الماتشات المهمه، الماتشات اللي اكيد جماهير الاهلي بتنتظرها وتتابعها بشكل كبير جدا. ان شاء الله هتكون من الماتشات المؤثره في الدوري انك تاخد تحسم. بعد كده عندك ماتش طلع الجيش، فرقه يعني ماتش صعب برضه لان الفريق في ظروف صعبه وظروف قاسيه، غير ان كل ماتشات الاهلي امام اي فريق بيبقى اصعب يعني. فيا بالك لو هو كان محتاج فعلا ان حتى لو ياخد منك نقط، بعد كده تدخل على مباراه مصري، نادي المصري بمدربه الكابتن عبد الجلال رغم كل ما يتردد عن الاستقالات والحاجات حاليا بعد الخساره، لكن مدرب كبير طبعا بالامس طبعا من الجونه، وهتدخل بقى في النهايه على ماتشين يعني. اول مره الاهلي والزمالك يعني نشوفهم من يلعبوا بالشكل ده في التقارب يعني. لو اتلعب الماتش الثاني مش هتلعب ليه؟ انت عندك امبان هو ممكن ما يتلعبش يعني. عندي معلومات كده ان احتمال يتاجل الماتش ده. هو الماتش الاولاني طبعا السوبر ده خلاص في ميعاده يوم 20، لكن 24 ده مش هيقدر تلعب يعني فيه، ده ماتش القمة بتاعت الدوري بس خلاص هيتلعب يعني تبقى التاكيدات اللي جايه من اتحاد الكوره لحد دلوقتي. لو اتحاد الكوره بياكد ان مفيش تاجيلات ثالثه يعني، اكدوا على كده. اكدوا على كده ماشي، زي ما اكدوا قبل الدوري يعني بالظبط، عشان كده بقول لك بنشوف. فان شاء الله ما يكونش في تاجيلات ثانيه والماتشين يتلعبوا باذن الله ورا بعضيهم، ودول هيكونوا ماتشين مهمين جدا زي البطوله، والثانيه برضو بتحسم بطوله ان شاء الله فيها تبقى الامور. ولو تاهلت كمان يا استاذ اوسي باذن الله لدور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا، هيبقى عندك يوم 28 او 29 مباراه الذهاب في ربع النهائي في بطوله دوري ابطال افريقيا مع نهايه شهر فبراير. فهو في الحقيقه شهر حاسم جدا جدا. طبعا يعني ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في المباريات دي، ودي المباريات بقى اللي عايزه الفرق الثقيله، الفرق الكبيره، الفرق اللي بتدور على بطوله، الفرق اللي عندها مخزون كبير من اللعيبه بتقدر تستغله وتعمل عمليه روتيشن طول الوقت، فبالتالي يبقى عندك فريق جاهز بشكل مستمر. فان شاء الله يكون شهر يعني جيد بالنسبه للاهلي، ويتخطاه محققا كل النتائج اللي ترضي جماهير النادي الاهلي. مركزين بس الاول في مباراه الهلال، لان هي المباراه اللي هتفرق معاك في مشوارك لافريقيا تحديدا، وهي البطوله الاهم والاغلى لجمهور النادي الاهلي. تتفق معايا طبعا يا استاذ اوسي؟ طبعا. بالتحديد عايز اخد منك رساله للاعيبه النادي الاهلي في مباراه زي دي، ايه المطلوب منهم؟ لا المطلوب بص زي ما قلت لك ان كل مباراه من المباريات دي يعني باقي المباراه دي وبعد كده الربع النهائي ونصف النهائي والفاينل، قدامك اربع مباريات فاينل، كل الاربع مباريات دول فاينل بالنسبه للنادي الاهلي.
ومباريات ما فيش حاجه اسمها يعني طبعا ان هي مباريات ذهاب وعوده يعني. ايوه ما بقول لك يعني مباراه ما هو زي ما شوتين شوت بيتلعب ذهاب وعوده. خلينا في بتاع الخرطوم او ام درمان مباراه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، مباراه يعني الاهلي بالرغم انه ليه فرصتين عليكم ان تلعبوا فرصه الفوز وكان ما قدامكش غير فرصه الفوز. لان حكايه الفرصه انك بتلعب تعادل دي ياما خذلت ناس كتير جدا فعلا. انك انت خلاص ضامن التعادل وفجاه ممكن لا قدر يجي في الجون هتعمل ايه؟ ففي الحاله دي مطلوب منك انك انت تركز بدرجه كبيره جدا، تلعب بدرجه كبيره جدا، تلعب انك انت يعني على الفرصه الواحده انك انت تكسب يعني المباراه. ربنا كرم حققت المكسب ماشي، في سعيك الى المكسب ما تحققش وخرجت بنتيجه التعادل اوكي برضه ما فيش مشكله. فالمباراه مهمه جدا 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 بالنسبه للنادي الاهلي، المؤكد ان لعيبه النادي الاهلي هيقدموا لنا صوره مختلفه تماما عن الصوره اللي ظهر عليها قدام في ماتش بلاتينيوم في ماتش زيمبابوي، وهيرد بقوه باذن الله من خلال المباراه دي على كثير من الشكوك اللي دايما بتقول لك الاهلي المحلي والاهلي الافريقي. الاهلي طبعا قلنا واكدنا ان الاهلي هو يعني ابو الافريقيه وابو العالميه، يعني ما عندوش بيلعب في اي مكان، يعني ما بيهابش اي منطقه كرويه بيلعب فيها او اي مسابقه بيلعب فيها. يعني الاهلي مش اول مره يلعب طبيعي. في دوري الابطال الاهلي متصدر دوري الابطال بثمان القاب، رقم قياسي ما حدش طاله يعني، وبيوصل لنهايات بشكل كثير ومستمر او النصف النهائي. فان شاء الله تكون مباراه يرد فيها لعيبه الاهلي بقوه باذن الله، ويفرحوا جمهورهم في كل مكان ويصلوا للهدف المطلوب باذن الله. باذن الله. اتكلمنا عن مباراه الاهلي والهلال، هذه المباراه الهامه بتفاصيل كتير جدا، لكن عايزين نتكلم في بعض الملفات المحليه يا استاذ اوسي، وده ايضا امر بيهمنا لان طبعا المنافسه المحليه لسه قائمه زي ما اتكلمنا. لكن بالتحديد امبارح كان في مباراه ما بين بيراميدز واف سي مصر، مباراه شهدت يعني حوالي ثلاث حالات طرد، يعني بخلاف طرد احد اعضاء الجهاز الفني فريق اف سي مصر، بخلاف امور تحكيميه غريبه جدا على مدار المباراه سواء للبيراميدز او لاف سي مصر. فواضح ان ازمه الحكام لسه مستمره. رايك ايه في البدايه في المباراه بتاعت امبارح والقرارات يعني؟ بدايه يعني احنا هننطلق من هذا هذه المباراه الى ملف التحكيم. يعني بدايه طبعا كان بيحكم المباراه الكابتن طارق مجدي، وترددت انباء ان هو تم ايقافه، ما حصلوش اي ايقاف في الحقيقه يعني. مفيش ايقاف لان الثلاث حالات الطرد اللي عملهم واللي نادي اف سي مصر مهيج عليهم الدنيا، وطبقا لاعترافات حكام يعني مميزين ان ما كانش فيهم مشكله خالص، يعني سوء سلوك، تصرفات، يعني ردود فعل، يعني ارتكب اخطاء خدوا عليها انذارات. الراجل بيطبق قانون فطبق قانون، يعني مؤكد ليه خطا بس مش في الجزئيه دي اللي هم ثاروا وهاجوا عليها وقدموا حتى شكاوي للاتحاد الكوره. يعني من حقهم ان هم يعترضوا يعني، لكن اللي مش من حقهم طبعا ما حدث في المباراه، وطبعا دي اخلاقيات، فانا بتكلم عن اخلاقيات حصلت، لان ما حدث في المباراه كان مهزله بمعنى الكلمه، شتائم بالاب والام للحكم وللمساعدين وخروج عن النص، والحقيقه كلام غير لائق بالمره من لاعبين ومسؤولين وجهاز فني الحقيقه يعني. يعني دي يعني من قلب الملعب الحقيقه وصلتنا حاجات زي كده. فطبعا يعني الواحد يعني بيأسف ان الاخلاقيات دي موجوده او الكلام ده يبقى موجود عندنا في الملاعب، وان فعلا الحكم حتى بعد ما خرج من الملعب يعني انتهك بشتائم والفاظ بذيئه بشكل كبير جدا يعني. بس المقابل وكان ليه بعض القرارات الغريبه على مدار يعني، مثلا في كره متكور كده، كره اللاعب اف سي مصر كان ماشي بالكره، واحد عرقله وكمل، قدر ان هو يكمل في الحكم، اداله تحت فرصه، عرقله واحد تاني، راح حسب فاول عليه وانذار ليه كمان. انا لا اختلف معاك ان في مشكله في موضوع التحكيم بشكل عام، يعني انا شايف ان الموسم ده من اقل المواسم ان احنا يكون عندنا حكام مميزين، يعني من اقل المواسم؟ اه والله انا مش قادر اشوف كده حاجه، يعني ان يكون عندنا يعني لو تاك مين الحكم رقم واحد في مصر دلوقتي مش هتقدر تقول لي مين اللي رقم واحد في مصر دلوقتي، رغم ما اعلن في القائمه الدوليه واللي عليها مشكله كبيره جدا. مشكله كبيره طبعا. الكابتن جهاد جريشة جاي في المستوى الثالث بعد ابراهيم نور الدين وامين عمر. يعني. لكن لو قعدت تقول دلوقتي مين دلوقتي يا جماعه اللي انا اثق ان هو ينزل حكم رقم واحد وما يبقاش عنده مشكله، مش هتقدر تحدد لي ده. لذلك حصلت نوع من اللخبطه حتى في الترتيب الحكامي، يعني ما اللجنه نفسها عندها نوع من مش شايفه من الافضل في الموضوع الحقيقه يعني. وحكامنا يعني مستواهم بيتراجع بدرجه كبيره جدا، احنا عايزين حل لمشكله التحكيم. هنفضل لحد امتى بنتكلم في مشكله التحكيم؟ لحد ما يكون عندنا حكام مميزين يتم اعدادهم وتجهيزهم بهذا الشكل، لحد ما يكون عندنا حكم يقدر يتعايش من شغلانه التحكيم يبقى بروفيشنال وقتها. ليه بقى انا بقول لك الكلمه دي؟ لغايه دلوقتي منذ انطلاق الموسم في الدوري لم يحصل الحكام على اي مقابل مالي كمان حتى الان.
ما زال لم يحصل على اي مقابل مادي. فطبعا مشكله طبعا، يعني انت متخيل ان حكم بيسافر على حسابه وبيتحرك على حسابه والحاجات دي كلها. انت عايز ازاي تعمل منظومه تحكيميه والناس اللي بيشتغلوا فيها ما بياخدوش المقابل المادي بتاعهم؟ فالحكم طب ازاي؟ الحكم هيفكر في شغله ولا يفكر في فلوس يصرف بيها على بيته ولا يفكر في حاجات كتير جدا؟ ففي امور كتير جدا المفروض تتعدل، لابد ان يعني الامور دي تتضبط. يعني المفروض الحكم يطلع ماتش ياخد المستحقات الماليه بتاعته، مفيش الكلام ده. ففي مشكله كبيره جدا بتواجهنا. طب ايه اللي بيوعيك يعني ان انت تدي للحكم؟ مؤكد اتحاد الكره، مؤكد اللجنه اللي بتدي للاتحاد الكره. ليه؟ مفيش فلوس يعني؟ المفروض يوفروا فلوس. اشمعنى بتيجي عند دول؟ هم محتاجين ان هم يوفروا، ما فيش فلوس في خزنه الاتحاد؟ لا المفروض يبقى في، يعني ما في، مؤكد ان في فلوس. طب يبقى ايه والانديه كمان بتدفع فلوس لعمليه التحكيم يعني. طب يبقى ايه اللي مأخر برضه؟ هم اللي مأخرين، منظومه مسؤولي الاتحاد. اه طبعا هم كانوا سددوا الرواتب السنه اللي فاتت في بدايه قبل الموسم ده. من اول ما الموسم ده بيبدا ولا حكم خد. طب فين دور رئيس لجنه الحكام؟ فين دور رئيس لجنه الحكام؟ المفروض رئيس لجنه الحكام يطالب بالحاجات دي. بقول مؤكد ان هو بيطالب لكن ما حدش بيستجيب. بس الطلب عن طلب يفرق يا استاذ روسي، يعني طبعا لازم يكون في جديه في الطلبات. لازم يكون في جديه ولازم يكون في اصرار شديد جدا انك انت الناس دي عشان تعرف تتعامل وتعرف تقيم وتعرف تشكل. طيب يا استاذ روسي، تصريحات مسؤولي اللجنه الخماسيه واتحاد الكره كل عكس الكلام ده كله، يعني بيقول لك احنا هنطبق الفار بدايه من دور تاني، وتاكيدات احنا نتمنى ان هم يعملوا. بيقولوا كده على اساس ايه طيب؟ بقول لك نتمنى ان ده يتعمل يعني. لكن انا شايف ان الواقع اللي موجود حاليا والمعلومات اللي بتجي لنا ان من الصعب جدا تطبيق الفار. لو قدروا يطبقوه في بدايه الدور الثاني يبقى انجاز، يبقى انجاز عظيم جدا يعني. غير ان التكلفه طبعا كبيره جدا وهم بيعانوا كتير بسبب التكلفه اللي داخلين فيها دلوقتي، لكن مش مهم، هيقدروا يتصرفوا في الفلوس. لكن كيف تنهي عمليه التدريب والتريننج اللي انت عاملها للناس دي في ال 27 يوم دول؟ يعني هل هتنجح في الموضوع ده؟ الله اعلم، هننتظر ونشوف. كمان انت عندك مشكله ثانيه بتقابلك في الفار، عمليه الكاميرات. في كل العالم الفار ليه كاميرات لوحده، بيبقى ليه من 12 14 كاميرا، ويبقى بالزبط. هو المتحكم في الصوره اللي جايه له، وهو يقدر يعيد من زاويه مختلفه. الفار بتاعنا هيبقى غير كده خالص يعني. غير كده هيبقى ازاي يعني؟ هيعتمد بشكل كبير جدا على الصوره اللي بتجي لنا احنا، اللي احنا شايفينها العاديه دي من صوره التلفزيون. يعني المخرج التلفزيوني اللي بينقل المباراه هو اللي هيتحكم في الفار. ممكن في لعبه ما يعدها لكش مش عارف يشوفها. طب هل الكلام ده هيبقى قانوني بخصوص التقنيه؟ ما هو عشان كده بنتكلم في هذا الامر. يعني انت مطلوب منك توفر كاميرات خاصه بالفار. هو هيشتغلوا على كده يعني؟ قال لك ايه يعني اضعف المن يشتغل على كده يعني؟ فعشان نبقى فاهمين برضو القصه يعني. يا اما يطبق الفار بالشكل الصحيح الطبيعي اللي من خلاله بيطبق في معظم انحاء العالم، يا اما نستنى لغايه لما نقدر نطبقه. لا ما هو الطبيعي ده عمره ما هيحصل في 27 يوم يعني. بالظبط، خلاص يبقى ناخد وقتنا. ماشي، طب هم ما خدوش وقتهم ليه؟ هم اللي اعلنوا، هم اللي قالوا. طب هو ده السؤال ده يعني. طب اعلنوا على اساس ايه؟ ما ده عشان كده سالتك كده. كده مفيش دراسه للموضوع يعني، مفيش تأني للموضوع يعني، واخد بالك؟ فالمؤكد ان التجربه محفوفه بالمخاطر، لكن احنا نتمنى، كنا نتمنى ان الفار يطبق من اول الموسم ده، من اول ما جم كانوا يشتغلوا عليه. يعني هم من اول ما جم، من اول اغسطس لو اشتغلوا عليه كانت الدنيا كانت تبقى جاهزه دلوقتي. لكن اتكلموا واتحركوا وركبوا الموضوع والدنيا من غير اي فعل. بالظبط يعني. لكن طبعا ده ملف مهم جدا زي موضوع الكره الموحده برضه، وده الكره الموحده اللي هي كره الدوري المصري يعني. برضه دي من ضمن القصص اللي وعدونا بيها على بدايه الموسم، بس مفيش حاجه حصلت، ما ظهرتش مع انها حاجه سهله جدا ان تعمل يعني حاجه. مش وقال لك برضه ممكن تبقى في الدور الثاني؟ هل هي محتاجه تدريبات هي كمان ولا ايه؟ عشان نبقى عارفين بس. وبعدين يا استاذ وسيم، انت خلال كلامك معايا واحنا في الحلقه دلوقتي كان بتقول لي ان ايه يقدروا يجيبوا تكاليف الفار، يقدروا مش عارف ايه، خزينه الاتحاد خاويه يعني ما فيهاش فلوس؟ لا ما فيش. الاتحاد ده مش عنده رعاه، مش عنده مكاتب ماديه مختلفه موجوده في ايه العائق يعني؟ عنده رعاه يعني. طب امال ايه؟ ليه حاسين دايما ان 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 في ازمه ماليه في اتحاد الكوره؟ ما تعرفش ليه يعني، بس هم يعني الموضوع الفار خلاص، التكاليف الماليه اللي قالوا عليها تقريبا متوفره، ما فيش مشكله بالنسبه لهم يعني. لكن العنصر البشري هل جاهز لهذا الامر؟ هو ده المشكله يعني. لا طبعا مش، واخد بالك؟ وغير كده ان هو ممكن يعملوا باقل التكاليف برضه يا امير يعني. زي ما قلت لك ان الكاميرات اللي هيشتغل عليها ليس كاميرات خاصة بالفار بقدر ما تكون هي كاميرات اللي بتنقل الماتش عبر اي تلفزيون، قناة تلفزيونية بتنقل الماتش. دي المعلومات اللي وصلتنا يعني، نتمنى ان هي ما تكونش كده، لكن ده الواقع اللي احنا بنعيش فيه، لان الثاني مكلف جدا برضه. فدي الفكرة في الموضوع يعني. يعني دي امور غاية في الأهمية بخصوص ملف محلي هام جدا، وهو موضوع الفار وموضوع الحكام وتطوير مستوى الحكام. وبصراحة احنا عمالين نتكلم في موضوع ان ازاي الحكم يطور نفسه، والمفروض يبقى في شغل على الجزئية دي،
وفي الاخر اصلا الحكام ما بياخدوش مستحقاتهم الماديه، فده امر غريب جدا لازم يتم معالجته خلال الفتره الجايه. طيب عايز اتكلم معاك بخصوص تالق بعض اللاعبين المحترفين يا استاذ اوسي خلال الفتره اللي فاتت. شفنا تريزيجيه طبعا والمستوى الكبير اللي حققه تسببه في تاهل فريقه لنهائي كاس رابطه الانديه المحترفه في انجلترا، محمدي كمان ماشي بشكل جيد جدا، فبالتالي هنتطرق شويه للمنتخب الوطني والكابتن حسام البدري. الفتره اللي جايه عندنا معسكر في شهر مارس، ومعسكر بيتخلله مباراتين رسميتين مع توجو في التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه. هل متفائل بمستوى المنتخب بعد الفتره اللي فاتت؟ هل متفائل بتصريحات الجهاز الفني ان هو باب المنتخب مفتوح لجميع اللاعبين بما فيهم محمدي ممكن ورده كمان؟ لا هو طبعا محمدي يمكن اعلن ان هو مقفول معاه ومش عايز يجيبه يعني، لكن طبعا متفائل طبعا، لان إذا انضم صلاح وتريزيجيه وطبعا ممكن محمدي بالإضافة إلى المجموعة المميزة في المنتخب الأولمبي على المجموعة المنتخب، أكيد ممكن يتعمل يعني كوكتيل وتشكيلة من دول تبقى مجموعة مميزة جدا يعني، ويقدر يكون عندك أنت فريق قوي جدا تقدر تحقق بيه أهدافك يعني. فمهم جدا الكابتن حسام بدري يشتغل على ده بشكل كبير جدا ويركزوا أكتر في لعيبة من خلال الدوري المصري. يمكن طبعا صدمه بالنسبه لهم ان اللاعب كان خلاص هيبقى اساسي زي حمدي فتحي تعرض للاصابه غير متوقعه. اعتقد ان دلوقتي عنده السوليه لاعب مميز جدا طبعا، مميز يعني ويقدر يصنع له فرق في الفرقه. صلاح ما شاء الله بيسير بشكل جيد وشكل قوي وشكل مميز يعني، تسعى انه بيعود للتوهج من جديد من مباراه للثانيه، بتلاقيه ليه بصمته وليه اهدافه وليه اسيست بتاعه، دايما بيبقى مؤثر في نتائج ليفربول، فان شاء الله يكون مؤثر برضه في نتائج المنتخب المصري. تريزيجيه من اللعيبه المميزه جدا ومن اللعيبه القويه جدا، بالرغم ان هو لم يحصل حتى الان على فرصته الكامله مع استون فيلا، يعني يمكن المدرب ما بيعتمدش عليه بدرجه كبيره جدا، لكن الراجل هو ده اللاعب اللي تبقى جاهز للفرصه لما تجيلك حتى لو الفرصه دي كانت في البلاس 90. تريزيجيه نزل في الدقيقه 77، بقت انجلترا كلها بتتكلم عنه وبقى نادي استون فيلا كمان ايوه ما بقول لك استون فيلا بيوجه رساله شكر لمصر عشان الهدف جه من صناعه مصريه وتسجيل مصري فطبعا حاجه جميله جدا وحاجه مميزه جدا، فشايف ان تريزيجيه ان شاء الله هيكون ليه دور مهم جدا مع المنتخب المصري، واتمنى انه ينال فرصه اكبر في الدوري الانجليزي، لان تريزيجيه الحقيقه عنده قدرات وعنده امكانيات كبيره وعاليه جدا يعني. في تاني من الموضوعات اللي طرحت كان موضوع ورده. على فكره هو ماشي كويس جدا في اليونان، هو ماشي كويس جدا ده حقيقه. لكن هل القرار متعلق بامور اخرى ولا هو في قرار نهائي متاخد بخصوص ورده ولا ممكن يبقى باب مفتوح بالنسبه له؟ هو طبعا هو من نهايه الامم الافريقيه اللي كانت عندنا والقرار متخذ باستبعاده نهائيا من المنتخب يعني. هل الكابتن حسام ممكن يكسر هذا القرار ويرجع ورده ثاني للمنتخب؟ انا من وجهه نظري ان ما يرجعش. وجهه نظرك انه ما يرجعش؟ وجهه نظري طبعا، لان ده مش بشكل كان فيه اتهامات كلنا نعرفها خاصه بسلوكيات وعدم انضباط داخل المعسكر، وانه وجوده عمل هزه للفريق والفريق انشغل بحاجات تانية وانقسم وناس دفعت وناس بتاع، يا عم خليه دلوقتي بعيد خالص لغايه ما نشوف الدنيا هتوصل لغايه فين يعني. فمهم جدا انك انت يكون عندك القرارات الانضباطيه والسلوكيه تبقى موجوده بالنسبه لاي لاعب يعني. اي لاعب هيجي ممكن يعمل لك نوع من الفركشه في المعسكر بتاعك او يعمل لك مشكله ايا كانت هذه المشكله، فانت في غنى عنه، وخصوصا ان المنتخب داخل على مرحله مهمه جدا طبعا، سواء تصفيات كاس الامم الافريقيه المتعثر فيها احنا متعثرين فيها واخدين نقطتين من 6 نقاط ماتشين صعبه مع ماتشين يعني المفروض الفرق اللي جايه اصعب واتقل من الفرقتين اللي احنا لعبناهم بالظبط. واخد بالك مصير الكابتن حسام بدري مرهون بمباراتي توجو يا استاذ اوسي؟ يعني ما اعتقدش ان هو مش هيبقى مصيره، لان هو في النهايه ان شاء الله منتخبنا هيتجاوز البطوله وهيكسب كل الماتشات اللي جايه باذن الله يعني. بس احنا كنا دايما متوقعين ان مصر هتكسب كينيا، مصر هتفوز على جزر القمر، لكن ده ما حصلش. واحنا متوقعين ان مصر تفوز على توجو، توجو رايح جاي يعني. لا ممكن ما يحصلش لا قدر الله. هل يبقى في كلام؟ لا ما اعتقدش في كلام، لان المفروض الكابتن حسام بدري ياخد فرصته وياخد فرصته بشكل كويس جدا يعني. التأهل لنهايه كاس الامم الافريقيه يعني هيحصل دايما ان شاء الله يعني ده تبقى خلاص بقى، يبقى انت اول وتاني كمان يعني. ما بقول لك انت مش هتلعب كوره يعني، ده تبقى حاجه يعني. فان شاء الله هتتأهل. التحدي الاكبر معاك في تصفيات كاس العالم، وبرضه حتى تصفيات كاس العالم انت معاك فرق برضه سهل جدا تخطاها
بتوصل لمرحلة نهائية من التصفيات ويبقى القرار في المباريات الفاصلة في الآخر بإذن الله يعني. إن شاء الله. فعلى الكابتن حسام قدامه وقت طويل جدا يعني، قدامه أدي سنة 20 وقدامه 21 بالنسبة لكأس العالم 30 دولة. إن شاء الله يقدر يعمل منتخب قوي المصري جدا وإحنا عندنا خامات كويسة وعندنا خامات مميزة وعندنا لاعبين قادرين على التعبير بشكل قوي عن الكرة المصرية يعني. أهم حاجة عشان ده كله يحصل لازم الدوري بتاعك يكون منتظم صح. لازم الدوري بتاعك يميز، لازم الدوري بتاعك يكون فيه عدالة جماهيرية عدالة تحكيمية، لازم الدوري بتاعك يرجع له جمهوره. مهم جدا يرجع الجمهور، مهم جدا يا جماعه يرجع الجمهور. احنا بنعاني بسبب موضوع الجمهور. ادينا هنروح الاهلي لما راح لعب في تونس شاف حجم الجماهير النجم الساحلي قد ايه وقدر يصنع برضه ياثر على اللعيبه. ادينا رايحين السودان وسط الجماهير هتبقى بشعه جدا موجوده وشرسه. انا لما باجي هنا هو بيحس ان هو بيتمرن الفريق الثاني ما عملوش اي ضغوط، ما حدش ما فيش اي مشكله خالص بالنسبه له. فمطلوب مطلوب عشان عندنا كوره عندنا فرق وتلعب بشكل جيد بشكل مميز يكون عندنا جمهور، لان الفتره اللي عدت علينا كثيرا ودفعنا ثمن الغياب الجماهيري يعني باذن الله. حتى لو تدريجيا تزود بكل فتره يبقى ده مهم جدا من اجل صالح الكره المصريه ومن اجل صالح الانديه اللي بتلعب في البطولات القاريه او المنتخب اللي بيلعب في التصفيات. طيب بخلاف المنتخب الاول عندنا المنتخب الاولمبي، وكلام مع الكابتن شوقي غريب على مدار اليومين اللي فاتوا بخصوص العناصر الكبيره اللي ممكن تنضم للمنتخب، وكده كده في 50 لاعب لازم بيتم ارسال القائمه ب 50 لاعب للاتحاد الدولي، ومن خلال ال 50 لاعب دول اكيد هتحدد محمد صلاح مثلا الشناوي دول حاجزين اماكنهم. الكلام دلوقتي في خبر معايا من سوبر كوره ان احمد حجازي وطارق حامد بيتم المفاضله ما بينهم، يكون في واحد منهم هو اللاعب الثالث في قائمه منتخب مصر الاولمبي، رايك ايه؟ انت طبعا المقعدين التانيين المحسومين دول خلاص طبعا نهائي صلاح والشناوي. ده مهم جدا ان كابتن شوقي تحدث قبل كده عن حارس مرمى كابتن صلاح طبعا لازم يكون موجود لانه طبعا ابرز ما لدينا في الكره المصريه اكيد، وهو كمان يهمه انه يكون ده يمكن البطوله اللي ما شاركش فيها الالعاب الاولمبيه يعني شارك فيها ده حدث تاريخي بالنسبه لاي حد وكل النجوم الكبار في العالم بيحرصوا على التواجد فيها يعني. فمهم جدا انا اتوقع ان يعني بدرجه كبيره جدا ان يكون معاه طارق حامد. طارق حامد مش حجازي يعني متوقع بشكل كبير مع انه يعني هي طبعا مفضله صعبه يعني لان طبعا عنده لعيبه برضه في وسط الملعب كويسه ولاعيبه مميزه يعني في مقدمته اكرم توفيق. ممكن لو رجع كريم نيدفيد، لو رجع محمد محمود فممكن ما تلجاش يعني لطارق حامد. لو انت لو دول جم لا طبعا لو كريم نيدفيد رجع مع طارق حامد مع لا مع محمد محمود مع محمد محمود هتبقى فارق عندك قدرات، بس ممكن يكون عايز لاعب بقدرات دفاعيه يعني زي طارق يعني بشكل كبير. لكن اعتقد برضه عنده برضه يعني شفنا معاناه في بعض الاوقات في الناحيه الدفاعيه في المنتخب الاولمبي فربما برضه يستعين بحجازه او يستعين باي مدافع يعني. فهو ده مهم جدا بالنسبه له يعني اعتقد ان الايام المقبله هتوضح له ده سواء شفاء المصابين خلاص ياما ان كريم نيدفيد بدا يرجع بشكل كويس ان شاء الله وقريبا يعود للظهور مع النادي الاهلي. فيا رب ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق يعني باذن الله تعالى بالنسبه للمنتخب. لكن هو محتاج طبعا كابتن شوقي مجموعه من المباريات القويه علشان يقدر يجهز المنتخب بشكل كبير جدا. هو طالب مباريات في فتره التوقف اللي هي في شهر مارس وفي شهر يونيو، بس هيبقى في عناصر موجوده في المنتخب الاول من العناصر الاساسيه في المنتخب الاولمبي يعني مثلا رمضان صبحي مثلا اللي موجود في المنتخب الاول مش مشكله هيبقى بيلعب المنتخب الاول بيجهز يدرب يعني بيجهز وده هيبقى عنده فرصه ثانيه للعيبه ثانيه يلعب بيها ويقدم بشكل كويس، بس يبقى عنده مباريات قويه يقدر يشوف فيها الفرقه ويقدر يؤدي فيها بشكل كويس ان شاء الله. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق باذن الله. اخيرا يوم السبت هيبقى مبهج دايما السبت موجع على الاهلي باذن الله وهيكون يوم الله. ان شاء الله مميز وان شاء الله الاهلي سيعود منتصرا من السودان ومتاهلا الى ربع النهائي ان شاء الله يعني. باذن الله. استاذ محمد الروسي انا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا كالعاده. بشكرك يا استاذ امير دايما بشرف بالتواجد معاك مع جمهور الاهلي عبر شاشه الاهلي. نورتنا وشرفتنا استاذ محمد الروسي الناقد الرياضي الكبير كان ضيفنا كالعاده في حلقه خميس من كلامنا في الميديا، وكلام كان مهم جدا بخصوص النادي الاهلي تحديدا وبعض الملفات الاخرى الخاصه بالجوانب المحليه. كل الدعوات بالتوفيق لفريقنا الكبير فريق النادي الاهلي يوم السبت القادم. طبعا هيبقى عندنا حلقه يوم السبت، احنا بكره اجازه الجمعه، يوم السبت حلقه قبل المباراه وكواليس ما قبل هذه المباراه، وان شاء الله كل التوفيق يكون حليف فريقنا الكبير فريق النادي الاهلي. المباراه 9 مساء صح؟ المباراه ان شاء الله باذن الله الساعه 9 بالليل. الى اللقاء، نشوفكم يوم السبت ان شاء الله. الى اللقاء.